طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وحضراتكم بكل الخير والسعادة ورمضان كريم عليكم. الحقيقة شرف كبير جدا لي أعطته لي المجموعة المتميزة، مجموعة بي ام العربية، وهو الحقيقة فريق في رأيي إن هو بيمثل مثال جيد جدا للشباب المخلص المحب لنقل المعرفة ولعمل يعني مشروع معرفي وفني وأكاديمي وتقني في كل العالم العربي. فأنا بشكرهم شكر كبير جدا. اللقاء اليوم الحقيقة هو لقاء مع فريق مصري في رأيي الخاص، وأعتقد أنه رأي يتفق معايا الكثيرين من متابعي والمهتمين بالحركة المعمارية العربية وأيضا الدولية. فريق فاز مؤخرا بجائزة مهمة، وسنتحدث بصورة أكثر تفصيلية على هذا، ولذلك قررنا أن نجري هذا اللقاء اللي لو تسمحوا لي حضراتكم هأشرك حضراتكم في مقدمة أقدر أسميها مقدمة مفاهيمية، مقدمة تأسيسية. أول كلمة مهمة في رأيي في هذا اللقاء أن هذا اللقاء هو حوار، هو حوار بالمعنى الحقيقي للكلمة. أنا سأحاول أن أطرح مجموعة من النقاط بحيث أن يتمكن الفريق من رؤيته ومن طرحه ومن مدخله الإبداعي العام وأيضا الخاص في هذه المسابقة يتناول معي هذه الأفكار. وبالتالي أنا أؤكد لحضراتكم أن هذا اللقاء لا يندرج أبدا تحت أي ألفاظ أو أي تعبيرات أو أي مفاهيم لها علاقة بالمحاسبة، لها علاقة بالمحاكمة، لها علاقة بلماذا فزتم. بالعكس، هذا لقاء يعني يجب أن يقدر في هذا الفريق وأن نستشف منه ما هي العوامل والدوافع التي مكنته من أن يتفوق هذا التفوق المتميز على مكاتب وشركات تصميمية من كثير من دول العالم. وبالتالي أنا سأجري اللقاء بصورة حوارية، ويحق للفريق في أي لحظة وهو يستجيب لهذه النقاط أن يعرض بعض المادة المرئية التي قد يرى أنها مناسبة أن يعرضها في هذا الوقت. إذن الحوار حوار ديناميكي جدا، وإذا إن شاء الله لو سمح لنا الوقت في نهاية اللقاء أن يكون بعض التساؤلات اللي ممكن تكتب في التساؤلات والإجابات وتنقل إن شاء الله للفريق. أيضا أنا عايز أبدأ بأيضا مزيد من المفاهيم التأسيسية وأقول أن جزء من مسؤوليتنا كأكاديميين ومعماريين ووطنيين وقوميين مصريين وعرب أن نؤازر هذا الفريق، أن نساند هذا الفريق. هذا الفريق فاز في مسابقة معاييرها وشروطها وظروفها ولجنة تحكيمها كلها تمت على أرقى مستوى، كلها تمت على أعلى مستويات الشفافية والمهنية، وانتهى قرار اللجنة بفوز هذا الفريق. إذن أنا أعتقد أن المساندة هي مسؤولية، أن دعم هذا الفريق هي أيضا مسؤولية. دي قضية. قضية أخرى أنا أتمنى حضراتكم أيضا تشتركوا معي فيها، أن المصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة أمامهم ثلاث دول لا نجد لها إلا الحب والمساندة والفخر: العراق وسوريا ومصر. دي ثلاث دول مفصلية، ثلاث دول هي الأعمدة الفقرية للثقافة، للفنون، للحضارة، للأدب، للعمارة، للتراث. نحن والشعب العراقي والشعب السوري، وهذا باعتراف كل الشعوب العربية، نمثل الرصيد المعرفي والفكري والتراثي والمعماري والعمراني للأمة العربية. وبالتالي
لا يوجد فرق على الإطلاق بين المصري والعراقي وبين العراقي والسوري وبين السوري والمصري. نحن نسعد ونفرح بانتصارات كل العرب، وخاصة الثلاث دول التي نعلم من الدراسات التاريخية ومن الدراسات الثقافية أن هذه الدول وتميزها وتحضرها وتنورها هو المسؤول عن تنور وتحضر العالم العربي. إذن أنا أيضا أؤكد على مفهوم تأسيسي في بداية هذا الحوار، أن لنا لا يوجد للعراق في قلوب المصريين إلا الحب والاحترام والتقدير والتعلم، لأن العراق علمتنا، العراق علمتنا على المستوى الثقافي، علمتنا على المستوى الفني، علمتنا على المستوى المعماري والعمراني. فإذا أنا كنت مهتم جدا أن أبدأ بهذه المفاهيم التأسيسية. أنا أيضا لو تسمحوا لي حضراتكم، راجل أناني، يعني عندي أنانية شديدة جدا، وجزء من أنانيتي انعكس على أن يكون لهذا اللقاء أهداف معلنة، وسأعلن هذه الأهداف على حضراتكم الآن حتى أيضا تصيغ الصورة العامة للحوار ولأي تساؤلات قادمة. الهدف الأول هو أنني أريد أن أستغل فوز هذا الفريق البديع ليحفز الأجيال الجديدة، وخاصة الأجيال الجديدة من المعماريين والمعماريات العرب الشباب، أن يقتحموا عالم المسابقات، وأن تتولد عندهم الحوافز من فوز الدكتور صلاح ودكتور خالد ودكتور شريف والمهندس طارق، مهندسة نهى، مهندسة هاجر، مهندسة يسرى، مهندس محمود، أن تتولد لدى الأجيال الجديدة طاقة إبداعية، طاقة تحفيزية تجعلهم يكسروا حاجز الخوف أننا لا يمكن أن ندخل مسابقة ونخاف أن ندخل مسابقة. فجزء من حواري معكم اليوم إن شاء الله هيكون له علاقة بكيف نكسر هذا الحاجز. ثم الهدف الثاني أيضا أن نتعامل مع المسابقة ليس من منطلق تحكيمها أو حسابكم أو التحدث عن تفاصيل الكورت يارد أو الفناء ده بيؤدي إلى إيه أو معالجة المدرسة بيحصل فيها إيه أو لكن نتكلم على المسابقة على أنها مناسبة للتفكير، مناسبة للتأمل، مناسبة لفحص الحركة المعمارية العربية وفحص ما يحدث في العراق وفحص وربطه أيضا بما يحدث في مصر. ولذلك لو تسمحوا لي خليوني أبدأ، وأي سؤال أو أي فكرة أنا بطرحها متاح لأي من أعضاء الفريق، يعني القضية مش موجهة بأي ترتيب، لكن يعني بصورة مفتوحة وصورة عفوية. أنا عندي سؤالين أساسيين في قصة الفريق. أولا أنا مهتم جدا، دكتور صلاح، دكتور خالد، نهى، هاجر، يسرى، شريف، أنا مهتم جدا جدا بفكرة كيف تولدت في ذهنكم فكرة دخول المسابقة. أنتوا ناس كلكم جزء منكم أكاديمي وجزء منكم مهني وما شاء الله بتشتغلوا والأمور لطيفة جدا، إيه الدافع اللي خلاكم تقولوا في مسابقة دولية وإحنا أيام كورونا التواصلات فيها صعوبة والمسابقة موجودة في بلد مش بلدنا، ولكن مع ذلك فجأة تولد لديكم رغبة في المشاركة؟ أنا يهمني جدا تستجيبوا لي في فكرة تفسير كيف تولد لكم عندكم هذا الحافز وهذه الرغبة في المشاركة. ونبدأ بمن يريد من حضراتكم، يعني اللي عنده رغبة للحديث يفتح الميكروفون وينطلق. دكتور خالد أو أنا يعني ممكن نتكلم في الحكاية دي، ممكن أي حد فينا، لكن هو طبعا أنا جالي تليفون من دكتور سيد، وهو كان مفروض يبقى معانا، دكتور سيد رمضان كان مفروض يبقى معانا بس هو ظروفه ما سمحتش إنه هو يكمل معانا في المسابقة. جاتلي تليفون إنه إحنا بنكون الفريق، إن في مسابقة الكذا، المسابقة الفلانية، وأنا وفلان وفلان، إيه رأيك؟ قلت لهم أنا معاكم، لأن إحنا كان عندنا تجارب سابقة قبل كده في مسابقات مع بعض وكانت يعني نتائجها لطيفة يعني.
وحتى اللي ما يعني ما وفقناش فيها عملنا فيها على الأقل تشجيعية أو حاجات كده، وكان نتيجة إن إحنا وقتنا ما كانش سيء الناحية. دايما المسابقة مع الناس اللي بتشتغل بتبقى المشكلة في إنه هو التوفيق ما بين وقت العمل يعني اللي هو بتاع المكاتب وما بين المسابقات وكده، ولكن لأن إحنا كذا انتيتي فده ساعدنا إن إحنا نقدر نقسم المهام يعني بين كمان السيناريو بتاع المسابقة. البريف بتاعها كان كاتب إنه هو عايز التكوين يبقى يعني بيحقق مجموعة من الخبرات، ومن أصغر حد في سن لحد حد عنده خبرات كذا وكذا وكذا، فالشروط دي انطبقت في المجموعة ديت. وبما إن كان عندنا خبرة سابقة وبما إنه الموضوع معقد وإحنا بنحب المواضيع اللي فيها تحدي، فأعتقد إن يعني التقت إرادة الأطراف يعني. الدكتور خالد تحب تستأنف على نفس الخط؟ الحقيقة أيوة، هو يعني المسابقة يعني مينلي بالنسبة لي was initiated يعني بدكتور سيد رمضان، شاف المسابقة أولا وعرضها عليا وأنا حبيت جدا المشاركة فيها. يعني هيئة اليونسكو هيئة معتبرة محترمة، المنافسة تبقى منافسة جامدة، وإحنا بنحب ندخل عامة يعني موضوع المسابقات ده هواية عندنا يعني. كمان الثيم بتاعها أو في مشكلة يعني، في مشكلة ومطلوب لها حل، فيها تشالنج كبير، في مبنى متهدم، في أبعاد اجتماعية، في صراع كان حاصل، في حالة من السلام مطلوب إنها تبقى موجودة. طيب فكل الأسئلة دي بتحط قدام المعماري مجموعة من التحديات اللي يبقى متشوق ان هو يدخل يحلها، بالإضافة ان هو يحب يعني طبيعي يعني بلد معرضة للدمار، نحب ان احنا نساعد ونساهم في ان احنا يعني نعيد إحيائها وإعادة الإعمار فيها. فيعني كان الموضوع بالنسبة لي لا طبعا يعني كان انترستنج جدا ان انا ادخل فيها. دكتور شريف او اي حد من دكتور شريف فرج دكتور شريف ما يتوصلش طبعا. اتفضل يا دكتور شريف اتفضل، وباقي الفريق طبعا اي حد يحب يعلق على النقطه دي وبعدين ننتقل لشيء اخر. اتفضل. والله انا هاخد الموضوع يعني من نقطه احنا ليه ممكن نكون بنحب ندخل مسابقات. الشغل في عامه في الماركت بتاع الاركتكتشر في نوع من النمطيه وشكل نمطي جدا في الشغل، ممكن الواحد لو ما بيحطش نفسه في الاحتكاك الدولي والجزئيه الخاصه بالافكار ساعات يعني، او ممكن ان هو يوصل لمرحله من التبلد ان هو مش قادر يقيس اذا كان هو شاطر ولا هو مش شاطر. فاحنا عندنا رول في المكتب ان ما ينفعش ان يكون في سنه بتعدي من غير ما يكون في دخول لمسابقه في خلال الفتره ديت على الاقل مسابقه واحده. ده مش عشان حاجه، بس عشان احنا نخرج من نمطيه الشغل اللي ممكن ان هي تكون موجوده في الممارسه العاديه يعني. فهي بتحطنا في احتكاك دولي، بتحطنا في احتكاك مع افكار تانية، بنتحرر شوية من القيود اللي ممكن ان هي تكون موجودة في الشغل اللي هو كوميرشال اكتر، بيحكموا السوق اكتر. فهي فرصة كويسة عشان نقدر نقول هو احنا كويسين ولا احنا فاكرين ان احنا كويسين. فالنقطة ديت بتبقى يعني نقطة أساسية، وأعتقد إن هي نقطة مهمة جدا وبتصحي الدماغ يعني، بتخليها نشيطة دايما يعني. طيب ممتاز ممتاز يا شريف. الكلام ده يخليني أقول الحقيقة يعني ما بين كلام حضرتك وكلام الدكتور خالد وكلام الدكتور صلاح في قضيتين أنا شايفهم مهمين جدا في كلامكم. القضية الأولى هي الاعتراف بأن الممارسة المعمارية العادية غير محفزة، لا يمكن أن نقدم فيها طاقتنا الإبداعية بالكامل. وأنا أعتقد أن دي قضية تحتاج مننا تساؤل يعني. لو تكلمنا على السياق المصري بالذات، ما يحدث في مصر الآن من عواصم جديدة وعالمين جديدة وحركة عمرانية ومعمارية ضخمة
ومع ذلك تجد فيها المطروح من الرصيد المتميز المختلف المبدع محدود، مع ان انت ما بتروح تشوف مثلا بلاد مشابهة لحالتنا، حالة زي ايران، حالة زي الهند، حالة زي الاردن، في جهد معماري في الحركة والممارسة المستمرة. كيف تتصوروا أن نعيد صياغة حالة الممارسة العادية ليكون لها مذاق المسابقات، تكون الممارسة العادية هي نفسها محفزة على الإبداع؟ إمتى نصل لمرحلة أن الفجوة ما بين اللي حضرتك سميته يا دكتور شريف الشغل الكوميرشال أو الشغل التجاري وما يمكن أن يقدموا نفس المعماري في المسابقات، نقارب الفجوة دي، ما تبقاش فجوة صحيقة؟ مش عارف رأي حضراتكم إيه في الحكاية دي. أنا ليه طرح في الموضوع ده، إنه الممارسة العادية يعني البروجيكتس اللي هي إسكان مثلا وحاجات زي كده، غالبا الكلاينت هو اللي ما بيبقاش سامح بإبداع كتير، يمكن الإبداع أكتر بيبقى، لأن طبعا له قيود، ودي القيود دي هترجعنا برضو للقوانين. المجتمعات العمرانية الجديدة مثلا على سبيل المثال، أو داخل المدن في قوانين منظمة ودلوقتي بتتنظم أكتر وكلام من ده، لكن يمكن اللي اشتغل في السعودية في المنطقة المركزية مثلا في المدينة ولا في مكة ولا كده، عارف أنه كان في قواعد ملزمة ويمكن صارمة ودمها تقيل شوية، بس عملت شكل عمراني معين سواء اتفقنا معاه او اختلفنا معاه، لكن يعني لكن كان دايما في ريورد او جايزة للمشروع المتميز، يعني المشروع اللي بيبقى فيه حاجة مختلفة بيسمح له بقدر من كسر الطوق. وانا اعتقد ان احنا محتاجين فكرة الانسنتف دي. فكرة الانسنتف لما هنيجي نبص احنا الموضوع دايما صناعة البناء، يعني انا خليني اروح للكلاينت، صناعة البناء يحكمها الاقتصاديات وتحكمها القوانين او الدولة او القوى المحركة، يعني ايا كان هي ايه، فالحتتين دول ما بينهم تتزبط الحكاية. لو حصل تشجيع لفكرة الانوفيشن، وفكرة الانوفيشن ده في الحتتين، في الحتة المادية، وده يعني الكلاينتس الكلاينتس اللي هم اصحاب رؤوس الاموال يعني بيجتهدوا ان هم عشان المنتج ما يبقاش مكرر وكلام من ده بيحاولوا، بس اكتر بنلاقيه في فكرة اللاندسكيب في كلام من ده، مش في الفكر المعماري. وطبعا الاسكان بيبقى محدود شوية في الحتة دي، وغالبا حجم المشاريع مش كبير قوي ان هو يتعمل فيها الحجم اللي يسمح بفارق، يعني بتبقى غالبا نيبرهود صغير. لكن المستوى القانوني، مستوى الدولة، فكرة تشجيع الانسنتف، لو احنا بنينا، وده مش بس في العمران، في كل حاجة، المدن البلاد الصغيرة اللي واحنا مش صغيرين الحمد لله، يعني اللي نامت في وقت قليل كان بيتم تشجيع الابتكار فيها. تشجيع الابتكار ده هيخلي فيه تنافس ويبقى له ريورد، ان انا ممكن اسمح لك مثلا تطبيق قانون الحجوم في حاجات، يسمح لي بحاجات معينه، يبقى فيها حاجه زياده لو الفكره مش عارف ايه، لو المشروع كسب مسابقه ما اعرفش ايه، فتبقى فيها يعني ممكن حاجات زي كده. اعتقد ان هي ممكن تثري العمران الجديد على الاقل في المناطق الجديده، يمكن المناطق القديمه عايزه افكار وبرضه عايزه انسنتف. يعني ما احنا عندنا كيسه اهي موجوده، الكيس اللي احنا بنتكلم عليها مشروعنا مثلا، هو كان محطوط له قيود دقيقة جدا وصعبة قوي يعني، وحاجات متصارعة اكشلي يعني. لما درسنا اتفضل يا دكتور شريف، اتفضل يا دكتور. لا لو دكتور صلاح خلص يعني انا اسف. لا ما هو انت ممكن تاخد مني الخط، هو نفس الكلام يعني. انا لما بنتقل المشروع ده كمثال يعني، هو ازاي احنا مشينا وازاي وصلنا للفكرة او كده، هو طبعا احنا حلينا كل الحلول التقليدية، كل الحلول التقليدية بعدد كبير جدا، لدرجة ان احنا حتى بيضنا في وقت قليل، ومرضناش عن الحلول التقليدية اللي كانت بتوصلنا لحاجات مقبولة.
بس ما كانتش هتبقى مشروع winning project يعني. صح. اتفضل يا دكتور شريف. اتفضل. انا يعني كنت عايز برضو يعني اضيف نقطة ان المسابقات حقيقة يعني هي مجهدة ومكلفة. مجهدة ومكلفة لكل الأطراف، سواء اللي بيقيم المسابقة وبينظمها أو اللي بيشارك في المسابقة وبيدخل فيها وبيشتغل فيها. أعتقد أن دي برضو من التحديات اللي ممكن أن هي تكون بتقابل الموضوع دوت. يعني ممكن يكون في عميل هو ممكن يكون مرتاح مثلا مع شريف، فخلاص يعني هو مش هيتعب دماغه في أن هو يشوف مجموعة من الأفكار ويحضر كراسة محترمة ويحضر لجنة تحكيم على مستوى. الموضوع مجهد حقيقة يعني. لو حد رد عليك يا دكتور شريف في النقطة دي وقال لك قد يكون ده مقبول جدا في تصميم فيلا ولا تصميم عمارة سكنية، لكن لما نتكلم على المباني والمشروعات المؤسسية، أما نتكلم على المشروعات اللي لها علاقة باسم الدولة، يعني أنا أذكر أن أنا وجمال بكري الله يرحمه عملنا مرة ندوة كان لها علاقة بقيمة المسابقات المعمارية، وأن القضية دي أن في نوعية من المباني في أي دولة يجب ألا يخرج تصميمها إلا من خلال تنظيم مسابقات معمارية، لأن أنت هذا المبنى عندما ينتهي مهما كلفت المسابقة من وقت وجهد وتشكيل كراسة محترمة، النتيجة طبعا يعني فرق كبير. ده مبنى الدولة، ده مبنى الدولة بالضبط. في فرق طبعا بين نتيجة المسابقة وبين الشغل من غير مسابقة يعني. فإحنا نتمنى دوت يعني، نتمنى أن دوت يكون بيحصل بشكل جيد، وهو بيحصل ولكن مش على يعني مش بالحجم أو بالكثافة اللي مطلوبة يعني. أنا عندي كمان تصور مهم عايز أطرحه على حضراتكم، لأنه هو لفت نظري جدا في الفريق، وأيضا ده من منطلق إن أنا نفسي اللقاء ده يستخدم ليحفز أجيال جديدة من المعماريين العرب والمصريين. أنا لاحظت إن الفريق بتاعكم فريق يعني نصفه نسائي ونصفه رجالي، نصفه ناس زي الدكتور صلاح عندها الخبرة وعندها بدايات الشعر الأبيض بينتشر، وفي نفس الوقت كل الشعر الأبيض حبيبي يا دكتور ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وجزء آخر من الفريق شاب ومفعم بالحيوية. إيه سر تركيبة الفريق؟ لأن أنا بجد كتار جدا ناس عندها رغبة تدخل مسابقات، لكن بيبقى عندهم تردد لأن لا يعرفوا كيف نشكل الفريق، كيف نشكل الفريق المتناغم الذي يمكن أن يفوز. فإيه نصائح حضراتكم في هذا السياق؟ هو يعني انا ده اكيد لازم هيبقى في وجهات نظر من كل حد فينا، لكن انا في مقارة جزء كبير قوي مهم في هذا الموضوع هو الغاء الانا. لما بيبقى في اعمار مختلفه او خبرات مختلفه او ستيتس مختلفه اكاديميه او وظيفيه او كده، في خطوره الديكتاتوريه. المهم قوي واحنا بنشتغل ديزاين كنا بنشتغل يعني راس براس يعني، وكتير من المرات انا رجعت لورا يعني ما مشيتش الكلام اللي انا كنت انا بفكر فيه، لان لقيت ان الحل ممكن يكون واحنا في مرحله المراحل والبدائل وكده ببقى عايز اعمل حاجه وبعدين الاقيها يعني مش احسن حاجه. الحته دي البارت اللي طلع من عند فلان مثلا احسن، فالبارت ده على البارت ده على البارت ده محتاج يبقى طبعا ما يخلاش الامر ان حصل شد وجذب وخلاف وبتاع وكلام من ده يعني، وكان قاسي ساعات يعني، لكن في الاخر لازم يحصل نوع من ذوبان الانا. ذوبان الانا دي تخلي الفروق يعني يمكن الاستفاده من الفروق في الخبره والعمر والحاجات اللي زي كده، وان كل واحد له حته بيعملها احسن يعني. العجوز ده ممكن يعرف يكتب ريبورت مش عارف ايه متقفل ازاي، الصغير يقدر يخلص حاجة بشكل مثلا فيها حاجة فريش اكتر وهكذا. وبالتالي يعني انا اعتقد ان التركيبة دي في اوقات كتير ما بتحصلش، بتغيب عنها هذه النقطة وبالتالي بتقع في حتة يعني اكثر تقليدية، وبالتالي المنتج بيبقى اكثر تقليدية.
طيب باشمهندس طارق، قول لي احلى خناقه عملتها مع الدكتور صلاح في المسابقه دي، اقوى خناقه اللي هي يعني كان فيها قتلى واسرى وجرحى. لا هي ممكن ما كانتش خناقه مع يعني مع حد تحديدا، بس احنا كان في يعني كان لو ما قلتش الحقيقه انا موجود. ايوه شريف هيقول كل حاجه، شريف حبيبي هيقول لي كل حاجه. احنا كان ممكن من النقط اللي وقفنا عندها كتير نقطه التجارب بتاعت البدائل وايه الانسب في المرحله دي. احنا كنا بنتعامل مع الديزاين في الاول وفي الاخر ان هو زي بازل، احنا مش عايزين نحط احلى قطعه في العالم، احنا عايزين نحط انسب قطعه، فعشان نحط انسب قطعه تكمل بقيه البازل دي كانت يعني ممكن مع موضوع البدائل الكتير يعني، وانك انت تختار مين الانسب فيهم اللي انت تقدر تكمل فيه، ممكن يكون في بديل في ريسك اكتر من التاني، في بديل في منطقيه، في وجاهه، كل بديل بيبقى في وجاهه، بس خناقه بقى يعني مين اللي هيكمل او مين الانسب، ممكن دي خدت مننا وقت كبير جدا يعني، خصوصا يعني كل ما بتدرس اكتر، خصوصا المسابقه فيها يعني انا اشتغلت في مسابقات كتير قبل كده، بس ما اشتغلتش في مسابقه فيها كثافه المحددات يعني او الحاجات اللي المفروض تراعيها في المسابقه عشان تطلع بالمنتج النهائي، كميه محددات غير طبيعيه، لازم تراعي الجانب الاجتماعي، تراعي الارث الثقافي بتاع المكان والهويه بتاعته، وتراعي التاريخ اللي انت بتتكلم فيه وحاله البلد حاليا وتاريخها، طيب هي عامله ازاي، طب انت عايز الرساله اللي تقولها ايه، عايز بعد 10 سنين المشروع ده يكون دوره ايه، طب ده مسجد علاقته باللي حواليه ايه، دور المسجد نفسه كمسجد في الاسلام، هو دوره هل هو دار عباده ولا يتخطى ذلك، والكلام ده كله. فكل ما بتتعرض لجوانب اكتر، كل ما بتبدا تروح في اتجاهات وتتوسع في البدائل، فالفلتره بقى بتاعت ان هنختار مين فيهم يكمل دي كانت يعني خناقات شديده الوطيس. انا شاكر جدا يا طارق. يسرى او هاجر، امتى اللحظه اللي انتوا قلتوا فيها والله لو فضلنا نسمع كلام الدكتور صلاح والدكتور خالد ما هنكسب المسابقه دي؟ لحظه التمرد كانت امتى؟ كده مش هينفع بقى، لازم نوقف الناس دي عند حدها الكبار دول. لا ما كانش فيه تمرد. طب ممتاز، أما كان فيه ايه، كفاية؟ لا خالص، لا كانت فيه مصابرة يعني عشان نوصل. ما شاء الله. ازاي المصابرة دي انعكست ازاي؟ عادي. قولي يا هاجر الخناقة كانت عاملة، قولي لي ملامح الخناقة يا هاجر، اتخنقتي قلتي ايه؟ يعني هما كانوا دكاترة بيتناقشوا في الديزاين وكده، وانا كنت يعني بدخل في مرحله متاخره، فكنت ببقى عايزه يعني عندي راي بقى، يعني انا هقول رايي. طيب عدينا المرحله دي، بس كنت بتحبي تقولي رايك وبيستمعوا ليه؟ يعني حسيتي انك ليكي مساهمه بالراي، مش ان انت مجرد عضو في الفريق مثلا، ان انا عندي دور لاظهار او رسم او حاجه في اذان بتستمع ليكي. ما شاء الله. وانا رايي انا لا هاجر باين عليها مفتريه، انت شفت الدخله ازاي وفتحت الميكروفون وانطلقت. طيب انا شايف الكلام ده يوصلني للنقطه التاليه من الحوار، ويمكن الدكتور خالد يتفاعل معايا فيها، وهي ليها علاقه يا جماعه بي انا برضو لاحظت فيه يعني نغمه سائده بالذات بعد ما فزتوا انتوا ما شاء الله بالجائزه، ليها علاقه بالصح والغلط في العماره. انا عندي فرضيه وعايز اختبرها مع حضراتكم. أنا ممكن أقول إن في صح وغلط في المعايير المعمارية، في المعايير التصميمية، أما أقول عرض باب عرضه كام أو ارتفاع سور بلكونة أو، لكن أول ما ببدأ أتكلم على مداخل تصميمية، أفكار تصميمية، فلسفة تصميمية، العمارة هي نشاط إبداعي، هي نشاط إبداعي بيخدم مجتمع وبيخدم وظيفة، وهذا النشاط وهذه الخدمة واستجابة للمجتمع ممكن تتحقق من عدة مداخل، ممكن تتحقق من تبني عدة فلسفات. وبالتالي هل تتفقوا أو تختلفوا معي إن نفس المسابقة أو نفس المشروع يمكن أن تقدم له عدة حلول، وكل هذه الحلول حلول متميزة جدا ومقبولة جدا جدا، لكن في بعض الأحيان ظروف معينة، إن دي مسابقة لها لجنة تحكيم، أو إن في ملاك، أو إن في متخذ قرار هو بيشعر إن مشروع معين أقرب لاحتياجاته، أقرب لتصوراته،
هذا ليس معناه أن المشروع الآخر خطأ، لكن المشروع الآخر تبنى مدخل فلسفي آخر، تبنى مدخل تصميمي آخر. إذن أعيد صياغة كلامي في سؤال بسيط، هل العمارة بها صح وخطأ، ولا العمارة مداخل يسمح فيها بالمرونة والتعددية والمحاور الإبداعية المختلفة؟ تفضل يا دكتور خالد، نبدأ بحضرتك. والله أنا شايف يعني هي في المجال بتاع العمارة يعني بنقول إيه، القمة مسطحة مش مدببة، مفيش جميل جميل التشبيه، استعارة البصرية دي جميلة يا دكتور. الله يخليك. فمفيش حاجة تقال هو ده الصح ومفيش غيره، لا، هو هيبقى فيه وجهات نظر وفي بدائل ومداخل تفكير مختلفة، وكل وجهة نظر منهم وكل مدخل منهم للوجاهة الكاملة، ولكن كل فريق في الآخر بيحتاج إن هو ياخد قرار، أنا همشي في أنه اتجاه علشان يقدر يغلب اتجاه واحد، بيدرس مجموعة البدائل الأخرى، سواء البدائل للتفكير، بدائل للمداخل، بدائل للحلول، بدائل البوزيتيفز والنيجاتيفز، الإيجابيات والسلبيات، على مستوى التصميم للمشروع نفسه أو على مستوى النسيج الحضري المحيط به، وبناء على ده بيغلب اتجاه منهم. أنا هقول لحضرتك على حاجة يعني كده إيه من الكواليس، إحنا كنا بنعمل بدائل تصميمية علشان ما نعملهاش، علشان تبقى عدت علينا، ودكتور شريف يمكن يعني إيه يأكد على النقطة دي معانا، كنا بنعمل بدائل إحنا عارفين إن ده إحنا ممكن ما نمشيش فيه، ولكن لازم نشوفه وحنوصل فيه لإيه، والبوزيتيفز والنيجاتيفز بتاعته إيه، وبعدين نستبعده مش مشكلة، نعمل واحد تاني. بس وجهات نظر ممكن تبقى مختلفة، يعني هتحافظ على مبنى قديم ترجعه زي ما هو 100% ولا تعمل فيه تغيير، تلاقي نقاش ممكن يدور ما بين مجموعة من الناس سواء إحنا أو غيرنا، المبنى يعاد كما هو بنسبة 100% ولا أصلاً فكرة إعادة المبنى كما هو دي فكرة خاطئة وإن ده تزوير للتاريخ. يا نهار أبيض، ده يمين وده شمال، وكل واحد منهم عنده وجهة النظر المعتبرة وفعلا اتجاهين، بس هو في الآخر واحد اللي هيمشي، مش هينفع تاخد يعني تقول على ده غلط ولا ده صح. هو أنا يعني أكد على الفكرة اللي حضرتك عرضتها، في وجهات نظر وقمة مسطحة، وإنها في الآخر عملية تغليب، لأن في الحالة دي في اللوكيشن ده في السيتويشن في الموقف ده هو كله بمحل المشروع بموقعه بالمحيط به، أنه اللي هيغلب الاتجاه فيه، وفي الآخر ممكن يحصل فيه اختلاف وجهات النظر. دكتور شريف، حضرتك عايز تعلق؟ هو طارق كان طالب. طارق اتفضل يا طارق. اتفضل يا طارق، متأسف. لا اتفضل. انا كنت عايز أكد بس على كلام دكتور خالد، ان احنا لو هنتكلم تحديدا كمان على المشروع كمثال، يعني كل البدائل بالنسبه للمسجد او اعاده المباني القديمه متاحه وموجوده ومتطبقه وليها امثله. يعني لو هنتكلم كمثال ان الحاجه بتتعاد زي ما هي بالظبط، في امثله موجوده وخدت القرار ده. في لو هنتكلم عن انه يعمل حاجه فيها كونتراست كامل عن القديم موجود، لو هنتكلم عن انه يحافظ على الانقاض حتى، في امثله زي مثلا اللي هي كنيسه قيصر، اسمها ايه، قيصر ويلهلم. فيعني في امثله كتير على كل اتجاه، هي الفكره بقى ان مين هيختار الاتجاه، يعني هتختار انهي اتجاه وعلى اي اساس. فبالتالي يعني ممكن اللي بيفرق بديل عن التاني هو الابروتش بتاع المدخل بتاع كل بديل، لكن القرار في النهايه مفيش قرار من دول غلط. يعني مفيش مدينه او مثال من الامثله دي غلط، كلهم كان قضيتهم نفس القضيه والسؤال بتاعهم نفس السؤال، بس كل واحد وصل لاجابه مختلفه. انا الحكايه دي يا طارق بتخليني انتقل لسياق او لمجموعه اخرى من انا مش عايز اسميها تساؤلات، عايز اسميها يعني مجموعه اخرى من نقاط الحوار، ويمكن هنتقل فيها من حاله
الرغبة إن إحنا نستغل هذا اللقاء لتحفيز المعماريين العرب والمصريين خاصة وبالذات أجيال الشباب لاقتحام مجال المسابقات، وأنتقل إلى المسابقة نفسها، مسابقة تطوير مجمع مسجد النوري. وأنا أيضا سأتناول الجزء ده أيضا مرة أخرى، أؤكد على أنها ليس بغرض المحاسبة، ليس بغرض المحاكمة، ولكن بغرض أن يحدث نوع من أنواع التبادل المعرفي والتحفيز الإبداعي لنا كلنا. وهبدأ الحقيقة بنقطة من النقاط اللي أيضا أثيرت بصورة مكثفة جدا جدا، واللي لها علاقة بأهل مكة أدرى بشعبها. بمعنى والله يبدو أن في مجموعة من المعماريين والأكاديميين والممارسين تبنوا وجهة نظر أن ممنوع حد يصمم أو يشترك في أي مشروع خارج نطاق الحتة اللي هو فيها. يعني لو أخونا طارق اسكندراني يبقى حتى لو عملت مشروع في الجيزة نحيل أوراقك للمفتي. يعني إذن أنت لازم تكون مقيد تقييد شديد جدا في سياقك الجغرافي. أنا دلوقتي عايز يعني أحاول أقدم لحضراتكم طرح، لأن أنا أعتقد أن ما قدمته في هذا المسابقة يؤيد هذا الطرح. إيه الطرح اللي أنا بقوله ده؟ أنا أذكر زمان لما كنا بنخش في مسابقات من مثلا 25-30 سنة، ما كانش عندنا وسائل تجعلك تشعر بالسياق، تجعلك تتفهم سياق المسابقة ومحيطها، لسببين أساسيين. من ناحية كان في بعض الأحيان باستثناء مسابقات محدودة ومنها مسابقات الاتحاد الدولي والمعماريين واليونسكو، كانت كراسة المسابقة ضعيفة جدا جدا، لا تقدم لك القراءة المعمقة لسياق المسابقة. القضية الثانية إن ما كانش الواحد يقدر يسافر كل مكان ويروح لكل دولة ويجي له معلومات كاملة عن المنطقة اللي بيتعامل معها. إحنا الآن بقينا أمامنا وسائل تواصل ووسائل تدفق معلوماتي تمكنك وإنت قاعد في مدينة وارسو في بولندا إن أنت تتفهم أشياء كتير جداً عن سياق مسابقة بتتعمل في مدينة بورسعيد في مصر. تقدر تتعرف على معلومات من الكراسة، تقدر تتواصل مع ناس تواصل حقيقي مع ناس من المجتمع وتسألهم وتعمل معهم استطلاعات رأي واستبيانات، تقدر تشوف رصيد من التصوير الفوتوغرافي والتصوير ثلاثي الأبعاد، عندك كم بحثي كبير جدا متاح ليك من المشروعات السابقة من الأوراق البحثية. فأنا أعتقد أن فكرة السياق وأنك يجب أن تكون من سكان هذه المدينة حتى تصمم فيها يبدو لي أنه سياق ضعيف نسبيا، هش نسبيا. إيه رأي حضراتكم في ده وأنتم مجموعة مصرية مبدعة فازت بجائزة في مشروع بمدينة الموصل العراقية؟ أنا الحقيقة يعني عايز أقول حاجة، هو الـ يمكن يكون من، أنا متفق مع حضرتك في الطرح، بس برضو عايز أتكلم على العمق. دايما عمق الدراسة، وده اللي بيغيب عند ناس كتير، يعني بيبقى يلا يا جماعة عايزين نبيض وبتاع وسواء مصريين أو أجانب أو غيره، يعني قصة أنه هو عايز يأدي مشروع، قد يكون اتجاهه أرتستيك، قد يكون اتجاهه هندسي أكتر، وتفر وظيفي أيا كان، لكن أنا بتكلم على العمق المحيط بشبكة معقدة من الإيشوز والفاليوز وكده. القصة دي بتخلي إنه الإحساس بالمكان قد يكون بالنسبة لنا إحنا كمصريين، ولو سمحتوا لي أنا ممكن يعني لو الوقت يسمح ممكن أبص مثلا على سبيل المثال على الأيربن فابريك بتاع، أنا ممكن أشير طبعا. اتفضل يا دكتور اتفضل. يعني أنا لو بانت كده
الخريطة جوجل ايرث، انا فاتح جوجل ايرث باين موجودة يا دكتور، اتفضل حضرتك. يعني ادي العراق اهو، تمام، واحنا بننزل بنقرب على مدينة الموصل بشرق العراق بشمال العراق، وهي واحدة من اقدم المدن في العراق، اقدم من بغداد نفسها لان هي من يعني من ايام الاشوريين. انا بص عايزين نبص على الاربن فيبريك، يعني زي القاهرة مثلا عندنا فيبريك يعني حديث جريد ايرن بقى او هندسي او واتيفر، وعندنا القلب القديم اللي ما يختلفش كتير عن اماكن كتيره موجوده عندنا في القاهره القديمه مثلا على سبيل المثال، وفي مباني جواه رئيسيه او كبيره موجوده فيه. كلنا ماشيين في شوارع القاهره وماشيين في الزقايق ودخلنا في في الجوامع الكبيره اللي او لها اربن سبيس كبير وكلام من ده، وده الموقع بتاع المشروع يعني. فالكلام ده قد يكون عمل لنا يعني نوع من البريدج سام جابس، ساعدنا شويه في ان احنا اصل احنا طبعا الظروف الطبيعيه كانت هتخلينا نروح خاطفين نفسنا على الاقل هنبعت واحد مننا نروح يبص هناك بس، لكن بقى مع الكوفيد والظروف الامنيه مش مترتبه و كان الوقت يعني الدنيا ما تنفعش كده. فعوضنا عن ده ببحث مكثف جدا 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 في القديم وفي الجديد وفي فيديوز وفي ليتريتشر وفي مصريين من اللي عاشوا هناك. يعني انا حواليا على الاقل 2 من الناس عاشوا سنين في العراق. ده اللي انا بقوله يا دكتور، ان في ده اللي انا بقوله، ان في فرص متاحه للتعرف. بالظبط بالظبط. واحنا كمصريين بقى بالذات بالناس اللي راحت عاشت هناك في العراق وكلام من ده، يعني انا عارف المواطن العراقي بيشرب ايه ويفطر ايه ويعيش ازاي وبياخد ارجلته ازاي وكلام من ده. ف لما نيجي نبص بقى على المشروع وبص على الاربن فيبريك ده ويبص في هنا وحواليه وبص على الشوارع، يعني الشارع الجنوبي ده اللي هو من ناحية ظهر المسجد، لما نبص عليه هتلاقي الشارع ده يفكرك بالحاجات اللي هي حرف وسط البلد في حدة كتير. فيعني التجربة مش بعيدة، يمكن تكون دي واحدة، يمكن تكون واحدة من الحاجات اللي ساعدتنا، لكن مش هي كلها، لأن طبعا في مصريين تانيين وعراقيين وكلام. هرجع نقطة صغيرة كده للكلام بتاع دكتور خالد إن الهضبة القمة مسطحة، بس الكرة لازم تيجي في الخرم بتاع الكرة اللي في الجولف اللي في نص الهضبة. ساعات يبقى فيه تريك في الهضبة دي عاملينها مايلة حته شويه كلام من ده والويند والبتاع، فانت لازم تحسب الويند وقوه المضرب والمش عارف ايه، وعايز تجيب والماتيريال نفسها عشان تنزل الكوره في طبعا في ريسك برضو، دايما هيفضل في ريسك وفي مغامره. قرايه الظروف اللي حوالين المسابقه والفكر اللي حواليها والزمن والمجتمع والبعد الرابع، اعتقد ده برضو جانب من هذا الامر. يعني دي كده زاوية حبيت بس أطرحها. الصوت راح، ما سامعين حضرتك كده. متأسف أنا كنت عايز أقول هل لو الدكتور شريف الدكتور خالد هاجر يسرى، هل فكرة وإحنا في 2021 هل هناك لدينا فعلا القدرة على أن نشعر بالسياق؟ وخاصة أنا عايز أهتم جدا باللي أنا هقوله دلوقتي، لأن ده جزء كبير جدا من الـ الحوار اللي حادث. نحن ما زلنا نتحدث عن مسابقة معمارية لأفكار، يعني إحنا حتى لسه ما سميناهوش مشروع ابتدائي، يعني ما زال المشروع أمامه مراحل مطولة من الإنضاج ومن التطوير ومن مزيد من الحوار والاستماع للأصوات المحلية ولاحتياجات المجتمع المحلي. لكن اللي أنا بقوله، أنا أعتقد أن أنا يعني بميل إلى طرح الدكتور هريدي في فكرة أن يوجد لدينا الآن من وسائل التواصل حتى مع سكان المنطقة التي تمكننا من فهم السياق فهم أعمق بكثير من مثلا حالتنا من 20 سنة أو من 30 سنة، عندما نتسابق في سياق لا ننتمي إليه أو ليست السياقات اللي احنا عارفينها. رأيك إيه يا دكتور خالد؟
انا هضيف على كلام حضرتك برضو على كلام دكتور صلاح، ويمكن دكتور صلاح عرض لحضرتك الجوجل ايرث، ويعني بس لو داس على الزرار كده بتاع الراجل اللي موجود تحت على اليمين هننزل نتمشى في الشوارع من على الجوجل ايرث. ايوه فاحنا ده فعليا كنا بنعمله، ان احنا عايزين نستكشف المنطقه ونشوف ايه اللي حوالين المشروع، بننزل نتمشى في الشوارع حواليها فيرتشوال. انا ما اقدرش اقول ان ده يحاكي بنسبه 100% ان الواحد يبقى حاسس بالمكان وهو ماشي جواه بشكل حقيقي، يعني اكيد في معلومات اضافيه ممكن تضاف لي من خلال الزياره الميدانيه الحقيقيه دي، ما اقدرش ان انا انكر. ولكن وجود التكنولوجي اللي يخليني وانا قاعد في مكاني اقدر اتمشى في الشوارع المحيطه دي، لا دي تساعد كتير. انا يمكن علشان بحب السفر وكده ممكن تلاقيني قاعد على جوجل ايرث في اي بلد في العالم كده وانزل اتمشى في الشوارع فيرتشوال، وساعات اوصل لمناطق اعتقد ان انا صرت المكان بنفسي مش هقدر اوصل لها، او مش هيكون عندي الوقت ان انا اتحرك فيها بالشكل السريع جدا اللي انا بعمله وانا قاعد باخد الفيجن بشكل واسع. ولكن ما اقدرش اقول ابدا ان ده هيدي ال 100%، لا هيدي نسبه كبيره على مستوى مشروع ابتدائي ممكن يكون انا شايفه sufficient تقدم الفكره ايه اللي ممكن يحصل. لكن لو في حاجات اكيد هيحصل تطوير للمشروع وتعاون مع جانب عراقي و لكن بالنسبه لمرحله المستقبل انا شايف ان ده كان يعني اعتقد كافي. ممتاز. دكتور شريف أو طارق أو هاجر تحبوا تعلقوا أي تعليق على الموضوع ده ولا ننتقل لنقطة تانية؟ ممكن ننتقل لنقطة تانية يعني. ممتاز. يعني ممتاز. يعني إجابات رائعة من الدكتور صلاح ومن الدكتور خالد. أنا هنا عايز أنتقل برضو، أنا لسه تحت مظلة المسابقة، عايز أنتقل أيضا لواحد من الطروحات المهمة جدا اللي برزت في الأسابيع الأخيرة واللي أنا رصدت فيها ما يمكن أن أسميه التباس في أذهان ناس كتير جدا. هذا الالتباس ما بين هو موضوع المسابقة ده ترميم أثر أم إعادة إحياء؟ وأنا رأيي أن هذا الالتباس توضيحه وتفسيره غاية في الأهمية، لأن هناك كثيرين من اللي كان عندهم مدخل انتقادي وليس نقدي عنيف اعتمدوا على فكرة أن هذا مبنى قديم يجب إعادته إلى حالته الأصلية، وتناسوا فكرة أن المسابقة ليست مشروع ترميمي، لأن الواقع أنه هو لو مشروع ترميمي لمبنى أنت لا تحتاج مسابقة، أنت تحتاج إلى خبراء ترميم عندهم دراية فنية، عندهم قدرة على معرفة المواد الحقيقية التي بني بها هذا المبنى، عندهم رصد للتصميم السابق وإعادة بنائه. لكن هذه المسابقة كانت مسابقة إعادة إحياء، إذن المسابقة تخرج من نطاق المبنى إلى نطاق السياق. لأي درجة حضراتكم تتفقوا أو تختلفوا معي أن هذا الالتباس سبب موجات من النقد أو بالأحرى الانتقاد؟ هذا الالتباس بين أن المسابقة مسابقة إعادة إحياء منطقة، إعادة إحياء سياق كامل، وليست فقط ترميم مبنى أثري منفصل في حد ذاته. يعني اتفضل يا دكتور شريف، حضرتك تبدأ. يعني هو بشكل واضح تماما المسابقة في منطقة نقدر نقول إن المكان دوت بيتعامل إن إحنا بنتعامل في المسابقة مع مكان ليه تاريخ من القرن الـ12، وجهة اليونسكو كانت واضحة جدا في إن الأثر اللي موجود في المنطقة اللي لابد إنه يعاد بصياغته اللي كانت موجودة بنفس تفاصيله بنفس المواد اللي كان منتج بيها، هي طلعته خارج نطاق المسابقة أساسا بالأساس، وهي المنارة الحدباء. فالمنارة كانت خارج نطاق المسابقة لأن مفيش افتراضية إن هي بترجع بأي صورة من الصور الأخرى، هي هترجع بنفس صورتها. ليه؟ لأن ده أثر من القرن الـ12 لابد إن هو يعود لمكان عليه، تمام؟
فده خارج نطاق المسابقة. نيجي لسياق المسابقة نفسها. سياق المسابقة بيتكون من منطقة تراثية، المنطقة التراثية دي تحوي المسجد، ولتاريخ المنطقة المسجد هو المسجد اللي كانت ملحقة بالمأذنة الحدباء، ولكن المسجد اللي صورته النهاردة احنا بنشوفها مش هو المسجد اللي احنا بنتكلم عنه. تمام؟ والدكتور خالد بيعرض الصور اللي توضح كلام حضرتك بالضبط. فده سياق المسجد في القرن الاثناشر، تمام، اللي تم بناؤه من نور الدين زنكي وفي قطعة الأرض دي. فده المسجد التراثي، المسجد القديم اللي كان ده الأثر بتاعه. هل المسجد دوت موجود أو ليه أثار موجودة على الأرض أو ليه أي دلائل موجودة على الأرض؟ الحقيقة لا. حتى النسب الخاصة بالمسجد والأورنمنتس الخاصة بالمسجد ليس لها أي باقي. تمام؟ فإحنا بنتكلم عن مسجد تم إعادة بناؤه بشكل كامل بشكل مختلف في سنة 1944. وللمعلومة أن المثقفين العراقيين والعمرانيين كانوا يروا أن مصطفى السنبوتشي أساء صح ببنائه لهذا المسجد، وهذا يعني كلام موثق في كتاباتهم يا دكتور. مظبوط. فاحنا لو بنرجع لفكرة تاريخية، فالمسجد اللي المفروض الجدل عليه أنه المفروض يرجع لأصله هو مسجد منتقد من الطبقة المثقفة والمعمارية في العراق. تمام؟ طيب إحنا لما بنبص على اللير ديت وفهمناها كويس وشفنا المشاكل ديت بشكل واضح والتعامل بتاعها مع الناس في مدينة خارجة من دمار وحرب، هل إحنا هنرجع لفكرة إن إحنا نقول لهم إحنا هنرجع المسجد اللي كان موجود في القرن الاثناشر اللي ما فيش حد عنده أي دلائل عليه ولا آثار ليه؟ ولا الصورة الذهنية اللي كانت موجودة للناس هي صورة المسجد بعيداً عن إن هو كان منتقد، ولكن هي دي صورة المسجد التراثي اللي هم يعلموه ويعرفوا عنه؟ فكانت الإجابة إن لا، هي دي صورة المسجد اللي هم يعلموه ويعرفوا عنه. صح. وبناء عليه كان القرار إن حتى المسجد في صورته اللي كانت موجودة إن هي ترجع، والذاكرة البصرية للمدينة تعود مرة أخرى. المسجد نفسه اللي إحنا بنحاول إعادة إحيائه مرة أخرى هو مسجد لم يتم إنشاؤه بالشكل اللي إحنا بنشوفه على خطوة ومرحلة واحدة، ولكنه اتفصص وتم بناؤه ووصول للصورة الأخيرة ديت في ليرز مختلفة. فلا مانع من وجهة نظرنا أن يكون مع إعادة التأهيل والتطوير وإعادة الإعمار أنه يلبي احتياجات اللحظة الحالية اللي إحنا موجودين فيها فعلا. فكان فكرة القرار بأن إحنا نتدخل، والرأس السؤال زي ما دكتور صلاح دايما بيقول طالب أن إحنا نتدخل، فكان التدخل هنا هو هيحصل إزاي، كان هو دوت السؤال الأساسي. يعني إحنا كنا شايفين ان لو احنا هنعيد المسجد لصورته، طب احنا ليه في مسابقه؟ ده السؤال الطبيعي والمنطقي. طيب ده يا دكتور شريف، لو بس تسمح لي في المنطقه دي، وارجوك يا دكتور خالد سيب لنا الشرائح لانها دلوقتي الشرائح دورها بقى مهم جدا. كلامك يا دكتور شريف معناه ان حضرتك متبني الى حد كبير جدا فكره أن الجهد الأكبر ليكم في هذه المسابقة يتجاوز موضوع الترميم، يتجاوز موضوع إعادة التعامل مع جزء فقط من المسابقة. وزي ما حضرتك تفضلت مشكورا وقلت حتى المئذنة نفسها لا كانت خارج النطاق، خارج الاجتهاد، وأن السياق هو الأهم. أنا عايز حضرتك يعني تعطينا ضوء سريع على طرحكم في المسجد، ثم ننتقل إلى سياق المسابقة اللي أنا أعتقد أن كان فيه منكم المساهمة الإبداعية الأكبر فيه. المسجد إحنا تناولناه من حيث دوره كمسجد
اللي هي بتتعدى فكرة إن هي مساحة مخصصة للصلاة، ولكنه له بعد فلسفي أكبر بكتير في العقيدة الإسلامية بتتخطى كونه مساحة مخصصة للصلاة، ولذلك فالأرض كلها مسجدا وطهورا، فكل مكان هو مسجد وطهور. لكن فكرة الكيان المحدد بمحددات فراغية وعمرانية وتسمى مسجد هي تتعدى دورها هذه الفكرة. ده المنطلق الأول اللي احنا بصينا عليه من منظور المسابقة، إن إزاي إن المسابقة أو المسجد يتعدى دوره لكونه مساحة مخصصة للصلاة. ده لا ينفي إنه هيكون مخصص للصلاة، تمام؟ الجزء الثاني الذاكرة البصرية اللي كانت موجودة في المدينة، وإزاي إن إحنا نحافظ عليها وإزاي إن إحنا نرجعها، ودي كانت تتضمن مجموعة من الرسائل اللي إحنا عايزين نقولها للمدينة، إن الحادث الأليم اللي حصل في 2017 من الدمار اللي تسببت فيه داعش، تمام؟ إحنا عايزين نلغي الصورة الذهنية والبصرية اللي كانت متسببة في هذا الألم. فدي كانت جزء من الرسائل اللي بيحملها أو بتحملها إعادة صياغة الوجهات الخارجية للمبنى. طيب، هل إعادة صياغة الوجهات الخارجية للمبنى هي بتعيد في ذاتها السياق الداخلي للمبنى؟ السياق الداخلي للمبنى يحتوي على مجموعة من المشاكل، المشاكل اللي موجودة كان لابد من التعامل معها، مشاكل تتعلق بالمساحات والحيزات الفراغية، مشاكل تتعلق بالتهوية، مشاكل تتعلق بالإضاءة، تتعلق براحة الإنسان في كونه قاعد في المكان دوت يتعبد، وبناء عليه الاتصال مع السماء، السكون والهدوء والراحة البصرية والراحة الحرارية، كل دي كانت من الأمور المهمة جدا اللي كنا حاطينها في بالنا في التعامل مع المسجد. كان في سؤال كمان مهم جدا احنا كنا بنبص عليه، هل إعادة صياغة المنطقة هتكون مسجد وملحق به مجموعة من العناصر، أو هو مجموعة من العناصر يحتوي على مسجد وهو العنصر الأساسي فيها؟ والحقيقة أن الطرحين مختلفين. فكان الرؤية الخاصة بينا أن احنا شفنا أن المنطقة هي سياق متكامل يحتوي على المسجد. طيب خليني أطعك في المنطقة دي يا دكتور شريف، وتسمح لي يا دكتور خالد تخلي الدياجرام ده قدامنا من فضلك، لأنه دياجرام مهم جدا. أنا ليه أطعتك يا دكتور شريف؟ لأن حضرتك بدأت تنتقل دلوقتي إلى حالة المسجد وعلاقته بالسياق اللي هو فعلا إعادة الإحياء للمنطقة، اللي هو بالقطع هو العمود الفقري للمسابقة. وده اللي أنا نفسي الناس تدركه، أن المسابقة لم تكن فقط للتعامل مع المسجد ولكن التعامل مع المنطقة. هنا أنا بطرح قضية مهمة جدا يا دكتور صلاح والدكتور خالد والدكتور شريف وطارق وهاجر ويسرى ومحمود ونهى والمجموعة كلها. أنا عايز حضراتكم تتأملوا معي ما معنى برنامج أي مسابقة. أنا من الناس اللي مؤمنة وشفت أمثلة كثيرة جدا على أن يحق للمتسابق وأن هناك مشروعية في إعادة صياغة برنامج المسابقة. العميل بيطرح مجموعة من المتطلبات، كراسة الشروط بها مجموعة من المتطلبات ومجموعة من الوظائف ومجموعة من التصورات لكيف سيخدم المشروع المجتمع، لكن هذه الاشتراطات وهذه التصورات ليست قيود على المتسابقين، يحق ليهم. وأنا بنتمي للمدرسة التي تقول يحق للمتسابق أن يعيد صياغة البرنامج، أن يكون له مدخله المختلف. أنا هدي لحضراتكم أمثلة. مثلا واحدة من المسابقات الشهيرة جدا اللي اتعملت في ألمانيا لتصميم بيت للمسنين، الجائزة الأولى فاز بها معماري
قرر أن يدمج بيت المسنين مع بيت للشباب. يعني هو رفض تماما وضع المسابقة لأنها بيت المسنين فقط، وقال كلمة بيت المسنين كأنك بتقول لهم روحوا موتوا، لكن لو أنت أدمجت معهم عناصر شعروا من خلالها أنهم لهم دور وأنهم ما زالوا يتفاعلوا في الحياة وأن هناك تواصل بين الجيل الجديد والجيل القديم، ده هيكون أفضل كثير جدا من أن يكون فقط مكان للمسنين. فازوا بالجائزة الأولى. اللي أنا بحاول أقوله هنا إن قد يكون جزء من تميز الفريق هو أنه ينظر بنظرة إبداعية للمكونات المطروحة ويتمرد عليها أحياناً ويتماهى معها أحياناً. أنا اللي رصدته يا دكتور صلاح ودكتور خالد ودكتور شريف وباقي الفريق إن حضراتكم كان لكم عندما انتقلتم من المسجد إلى باقي السياق كان عندكم هذا المدخل الإبداعي في مكونات المشروع وما يتضمنه المشروع. رأي حضراتكم إيه في هذا الطرح؟ ونستغل الدياجرام الجميل اللي أمامنا. أنا خليني أعلق كده بداية على الفكرة اللي حضرتك بتطرحها. هو لو الواضع المسابقة مش عايز أفكار ووصل للحل، وإيه لزومها المسابقة؟ يعني إيه اللي يمتح احنا فقدنا الدكتور صلاح اعتقد الصوت. الصوت راح. الصوت راح، بس ممكن الدكتور خالد يكمل لنا النقطه دي، اكيد حضرتك متابعها. يعني اتصور الدكتور صلاح هيكمل كلامه في سياق ان طالما هي طرحت كمسابقه فهي بتطلب وجهات النظر والافكار الابداعيه للمشاركين. انا ارى يعني في رؤيتي المتواضعه يعني ان اللي بيحط الكراسه الشروط هو بيطلب افضل ما يتصوره للمشروع. اللي بيشتغل في المسابقه بيجتهد ان هو يوصل الى ما هو ابعد من ذلك، فاذا وصل الى ما هو ابعد من ذلك واقتنع بده لجنه التحكيم بتكون النتيجة اللي حضرتك ذكرتها من شوية. طبيعي لما يتعمل مشروع لدار المسنين ان الناس كلها تقدم دار مسنين، ده الطبيعي. واللي مش طبيعي ان حد يخرج براها. اللي هيخرج براها ده يا اما هيوافق الاهداف ويحقق ازيد منها فيكون مقنع بالنسبة للجنة التحكيم، يا اما هيكون خارج السياق خالص وبالتالي يكون في مجال الاستبعاد يعني. فده بشكل عام. بالنسبة للمسابقة اللي احنا فيها الكراسة كانت بتشترط اشتراطات حادة جدا في الأول، وفي أثناء مرحلة الرد على الاستفسارات ابتدى يفتح الباب للأزيد شوية لموضوع الإبداع، إن الموضوع يبقى رايح ناحية it is not recommended، مش إنها ممنوع منعاً باتاً يعني. وفي الآخر الكلمة الشهيرة اللي بتتقال في كل المسابقات يعني يترك للمتسابق، خلاص ما هو عايز يفتح الباب للابتكار يعني. فعلاً فعلاً. يعني إحنا يعني استغلينا نقطة يترك للمتسابق دي واشتغلنا فيها، بس في حاجة تانية كمان إن حضرتك بتبقى عايز يعني، هو يمكن دكتور شريف سبق في الحتة دي وذكر هي دي حاجة يعني لو ما طلعناش اللي في دماغنا في مسابقة هنطلعه فين بدون أي قيود ولا أي شروط وطرح الوجهة النظر. بالتالي ما يخص البرنامج احنا فعلا أضافنا استخدامين للبرنامج لم يكونوا مطلوبين. يعني احنا رأينا ان وجود كوميونيتي سنتر، مركز لخدمة المجتمع في مرحلة إعادة الإعمار وفي مرحلة ما بعد إعادة الإعمار هيكون مفيد جدا للمجتمع، وهيكمل دور المسجد اللي المهندس طارق كان بيتكلم فيه ان هو دور مجتمعي غير الدور بتاع العبادة فقط، لا ده دور مكمل لدور المجتمعي. ان يبقى فيه اقول ايه يعني ان يبقى فيه نظرة لما سيحدث بعد 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، وان اجيال تيجي ممكن ما تكونش عصرة الاحداث اللي حصلت، ونبقى عايزين نحط محكة أو متحف مصغر يحكي تاريخ المكان لناس ما شافوش الموضوع ده هوت.
دي رؤية تانية لقدام، ان يبقى عندنا برضو من التعامل، يعني مش يعني لو قلت التعامل اللي فيه نوع من الذكاء يعني في الموضوع ما ينفعش اقولها وانا مشارك يعني، لكن مثلا طلب في المسجد ان يكون في قاعة لكبار الزوار من ضمن الشراطات المسبقة، وان تكون قاعة كبار الزوار دي موجودة في دور علوي وليهم مدخل منفصل من المطلوب اللي لم يكن مستساغا عندنا. يعني ايه كبار الزوار في مسجد والاسلام بيدعو للمساواة والتساوي و ازاي يعني كبار زوار في مسجد؟ بس شفنا الهدف اللي ممكن يكون من وراء حاجه زي دي انها نواحي امنيه، فقلنا طيب احنا هنتعامل مع الموضوع بشكل متعادل، احنا هنعمل قاعه اضافيه للمسجد متصله اتصال حركي وثيق بالمسجد، بحيث انها تبقى ساحه صلاه عاديه يستخدمها الناس كلها. والله جم ناس ليه هم اعتبارات أنية معينة لمدة ساعة هي قابلة للإغلاق وقابلة أنها ترجع تتفتح بعد الساعة دي لكل الناس، وبالتالي نقطة عدم المساواة اللي ممكن إحنا أول ما قرينا الكراسة نفسها يعني أثارت عندنا الجزء ده، يعني إيه كبار زوار في المسجد، حليناها بحيث أنها تبقى للكل وتبقى قابلة للإغلاق وهكذا. فدي نوعية من الإضافات اللي ممكن تبقى موجودة على يعني برنامج برؤية متسابق شايف ان ده هيفيد المكان. طيب دكتور خالد اسمح لي حضرتك اسألك سؤال مباشر، يعني وانا يعني مهتم جدا بالقضية دي وكتبت عليها كتير جدا، وهي ان هناك ازمة في المساجد المعاصرة في مدن العالم العربي، وهذه الازمة نتجة من ان المسجد في العالم العربي تحول الى مسجد للطقوس. يعني انت بتفتح المسجد صلاة الظهر الناس تخش تصلي، ويدوب الناس تخلص صلاة وتقفل المسجد، وهكذا في اجتماعي وثقافي وتنويري ومكان مشتبك مع حياة الناس. هل حضرتك تعتقد ان ما فعلته في السياق حول المسجد سيجعل هذا المسجد مندمج اكتر مع المجتمع، مفتوح أكثر، مفعل بأنشطة أكثر، لن يتحول إلى المسجد الذي سيغلق بعد الصلاة؟ أنا طبعا بكلم حضرتك من ناحية معمارية مش من ناحية تنظيمية، لأن إحنا ممكن نقدر نبذل أقصى جهد بس في الآخر تيجي وزارة الأوقاف تاخد قرار إن الساعة 2 نقفل المسجد. لكن أنا بقول هل القضية دي كانت في ذهنكم وإنتوا بتضعوا الساحة الاجتماعية الجميلة أمام المسجد انفتاحه مع باقي الفضاءات وباقي الفراغات؟ فضل يا دكتور. ده كان شيء أساسي، يعني الحوارات بتاعتنا والنقاشات وإحنا شغالين هنعمل إيه في الساحة اللي قدام المسجد دي، الساحة دي هتبقى يعني الحل الأسرع إنها تتحول يتحط حواليها رواق من كل اتجاه ويتحول إلى صحن مسجد مغلق خاص بالصلاة، وطبعا دي حاجة كويسة. بس طيب ما هو المسجد ممكن يكون ليه دور أكبر من كده وأوسع من كده، المجتمع نفسه محتاج إن هو يحصل نوع من اللحمة بين أفراد المجتمع بعد الأحداث الأليمة اللي حصلت، فإن إحنا كنا بنحاول إننا نعمل بلاتفورم أو أرضية تسمح بالحوار، تسمح بالتلاقي، تسمح بإن الناس تقابل بعض وتتكلم وتتعايش مع بعض، وفي نفس الوقت تسمح بإن يحصل يعني خدمة للمجتمع، سواء في مرحلة ما يكون تقديم إعانات، مرحلة تانية يكون تقديم دورات تدريبية وكورسز لتنمية المهارات، حالة منها تكون يعني مالتي بيربس متعددة الأغراض، بحيث إنها تتجاوب مع فترات مختلفة من الزمن. فنعم إن دور المسجد طبعا هو يعني نقطة دور المسجد دي بيبقى يعني ايه مردود عليها اللي عايز يتناقش في نقطة من دي، يقول لك المسجد كان زمان كل الأنشطة بتحصل في المسجد، من أول النشاط السياسي للنشاط الديني للنشاط الاجتماعي لكذا لكذا، ولكن أصبح لكل في العالم المعاصر كل جزء من دول
للأماكن الخاصة بيه دلوقتي، وبالتالي خلاص المسجد مساحة للصلاة. نعم داخل البراير هول هي مساحة للصلاة، بس ككوميونيتي سيرفيس بقى دوره في خدمة المجتمع، دي حاجة تغرس جوه الناس انتمائهم للدين، انتمائهم للمكان. فده بيكون شيء مؤثر، وجوده نتصور ان هو يخدم فكرة الدور الاجتماعي للمسجد، وفي نفس الوقت يخدم المجتمع نفسه. طيب انا عايز اسال سؤال كمان في السياق. اتفضل يا طارق، اتفضل يا طارق اتفضل. انا اتوقع بس يعني هو المدخل كمان لكل ده هو كان السؤال اللي ممكن حضرتك كنت بتتكلم فيه من شويه، اللي هو السؤال اللي بيجي في الاول خالص، اللي هو يعني ان احنا نبدا نتساءل اصلا هو ايه الهدف من المسابقه، ايه الهدف من يعني ان احنا بنرجع خطوه ورا قبل ما نبدا نتفاعل مع برنامج المسابقه، ان احنا هو ليه ده البرنامج اصلا بتاع المسابقه، ايه الهدف من المسابقه، ايه الهدف من احياء المسجد ده تحديدا، او ايه الهدف من ان احنا هنعمل مدرسه وهنعمل الكلام ده كله. فاحنا ما بترجع خطوه لورا يعني بتبدا تبص على المواضيع بشكل مختلف، فتبدا تحطها في السياق بتاع الاجابه الجديده على السؤال. فاحنا كانت اجابتنا على السؤال ان هو يعني واضح ان احنا الهدف او الرساله الرئيسيه من المشروع هي رسالتين. الرساله الاولانيه ان ده كمشروع مش كمسجد، كمجمع كامل هيكون نقطه يعني نقطه انطلاقه وشعاع حضاري كده هينطلق، هيبدا بعديه تتكون عليه بعمليه الاحياء للمدينه من جديد، ان هي نقطه امل جديده للسكان ولاهل المنطقه والنازحين عشان يرجعوا للمدينه تاني. فنقطه بدايه يعني يا جماعه ان احنا خلاص تجاوزنا الحرب وهنبدا هننهض من جديد. وفي نفس الوقت النقطه الثانيه هي اعاده اللحمه بقى والدمج وصهر المجتمع تاني مع بعضه. طيب هل المشروع ده هنبقى بنحمله فوق طاقته لو قلنا ان هو هيكون ليه دور في ده؟ هل هيبقى هنبقى بنحمله فوق طاقته لو قلنا ان لازم يكون ليه دور في التجاوز ده، في التجاوز المادي والمعنوي لاثار الحرب ده، ولا هو لازم يكون من احد ادواره المهمه ان احنا نشوف ازاي هيكون مساهم في ده وهيساهم بانهي حجم؟ فبالتالي اما الاجابات بتاعت الاسئله تحولت انها بتتمحور حوالين ده، ايه دور المسجد وايه دور المشروع ككل في الرساله دي وازاي هيكون بيساهم فيها وايه حجم الاسهام ده، بدا يتحور حواليه شكل المشروع ككل. انا الحقيقه ان احنا اتفضل يا طارق اتفضل. الحقيقه ان احنا كمان برنامج اليونسكو احنا يعني اما رجعنا خطوه لورا ان احنا نبدا نشوف رساله المشروع ده، فبدانا نرجع خطوه ورا كمان زياده. طب هو ايه التوصيات المتعلقه بده؟ ايه التوصيات المتعلقه بالبلدان بعد الحروب؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ ايه النقط اللي بتبقى عايز تعالجها ماديا، وايه النقط اللي عايز تبقى تعالجها معنويا؟ فبناء على ده وصلنا لتوصيات كتير ودراسات كتير بتتكلم على الجانب العمراني وازاي تتعامل مع ده. التوصيات دي بصراحه لقينا ان البرنامج بتاع اليونسكو ملتزم بحاجات كتير منها، زي ان يكون التعليم في قلب عمليه البذره اللي هتنطلق بعد كده دي، لازم التعليم يكون في قلبها، لانك هيطلع عندك اجيال قعدت بالثلاث والاربع سنين اجيال وقعت من التعليم. ان فاعاده التاهيل بتاع التعليم بتاع الكلام ده شيء مهم. المشاركه المجتمعيه ودي كان شيء حاصل بشكل كبير، شفناه ان في تاهيل للموصليين في ان اللي هيتبني الجاي الجديد ده هيتبني بايادي موصليين. فالتوصيات شفنا ان في التزام بشكل كبير لتوصيات كتير منها، وشفنا ان احنا في جانب احنا ممكن نضيفه زي ما دكتور خالد تفضل من شويه، زي موضوع المركز لخدمه المجتمع وزي المتحف والكلام ده، شفنا ان ده ممكن يساهم في العمليه دي. والاهم طبعا فكره الساحه المفتوحه اللي بتتغير المهمه بتاعتها من مجرد ان هي مكان للصلاه بتستخدم 5 مرات في اليوم، لانه مكان حيز حضري بيستخدم من اهل المدينه كلهم بيتواصلوا فيه يعني بيتفاعلوا فيه. كان القرار بشكل واضح لو هنلخصه في جمله يعني كان انه المساحات المشتركه على حساب المساحات الخاصه. انا الحقيقه السبب يا طارق ان انا سالت السؤال ده ليه علاقه بفكره انا شعرت بيها جدا وانا بحلل المشروع، ولها علاقه بالكلام العميق اللي حضرتك قلته، وده بيخلينا مره اخرى واتمنى من الاجيال الجديده اللي بتسمعنا تفهم ان العماره بيها رساله ساميه، وان العماره والعمران يقدروا يقدموا حاجات كتير جدا للمجتمع اذا كان من قام بالتصميم عنده هذا المستوى من الادراك والفهم والعمق.
حضرتك أكدت ما انطبع عندي من إن هذا المشروع حضراتكم تعاملتم معه كأنه هو مؤسس لحقبة استشفائية، كأن أنتوا بتقولوا إحنا عايزين نبدأ مرحلة جديدة يشفى فيها المجتمع. المجتمعات بعد الحروب وبعد الصراعات وبعد الدمار وبعد الألم بتتمنى أن بنيتها المادية، وليس كما قلت حضرتك فقط الطرح المعنوي أو الطرح المكتوب، لكن أيضا الطرح المبني بأنشطته المختلفة يطرح طرح ليه علاقة بالأمل، ليه علاقة بالنور، ليه علاقة بالعلم، ليه علاقة بالمعرفة، ليه علاقة بفهم أعمق للتاريخ. فأنا أعتقد أن أيضا، ويمكن الدكتور شريف يعني يتفق معايا في هذا الموضوع، أنا أعتقد أن مشروعكم كان فيه محاولة لتقديم روشتة معمارية وعمرانية، وليس فقط حل معماري وعمراني، روشتة معمارية وعمرانية لحالة مطلوبة جدا فيما بعد الصراع. يعني أنا هدي لحضراتكم مثال، أنا كنت أتمنى أن ميدان التحرير عندنا في مصر يحصل له هذه روشتة، روشتة ما بعد الثورة، روشتة ليست تجميلية، ليست تزيينية، ولكن زي ما حضرتك طرحت يا دكتور طارق، روشتة لها علاقة بفهم ما حدث لهذا المجتمع، مستوى الألم اللي شعر به، ثم كيف عندما يتحرك في نطاق هذا المشروع ويستعمل فضاءات المختلفة يشعر بالأمل، يشعر حقيقة أن هناك غد جديد. رأيك إيه يا دكتور شريف؟ يعني أنا متفق مع حضرتك في هذا الطرح، ويعني المشروع فعلا إحنا يعني ما كناش بنبص له لحرفية الحل، يعني حرفية التعامل مع الحلول والفراغات العمرانية، يعني دي ممكن تكون أسهل لير لناس مذاكرة عمارة كويس أو اشتغلت عمارة كويس، لكن العمق اللي وراء الخطوط اللي بترسم أعتقد يعني هي دي النقطة الأساسية. المشروع يحتوي على لير تاريخي عميق جدا، يحتوي على لير ثقافي عميقة جدا، على لير اجتماعية مهمة جدا وخطيرة جدا في التعامل معها، وبناء عليه كان هضم المواضيع ديت مع بعضها هي البذرة الأساسية. يعني احنا ما كناش مهتمين ان احنا نطلع مشروع محلول حلو، لكن كنا مهتمين ان نطلع مشروع يقوم بدور نتوقع انه لو تم بهذا الشكل انه يقوم بالدور الحقيقي اللي احنا بنأمله من وراه. ف يعني انا من انصار اللي مش بحمل العمارة اكبر من فكرتها ان هي بتؤدي دور وظيفي وحضري، لكن هي بتقدر ان هي تخلق المساحات والفضاءات اللي الناس تقدر فيها ان هي تقوم بهذا الدور. ف يعني احنا مهم ان احنا نعمل منتج معماري جيد، لكن المنتج المعماري الجيد مش جيد في ذاته، ولكن جيد بما يحدث فيه. ففكرة المساحات الحضرية اللي موجودة في المشروع سواء على مستوى المباني مع بعضها أو حتى على مستوى المباني جوه نفسها، يعني كانت هي دي كان هو ده المنظور اللي بنشوف منه المشروع، تعامل وتفاعل الناس الدائم والمستمر حوالين فراغات المشروع. ممتاز. تسمح لي يا دكتور خالد، أنا عايز أنتقل لقضية لها علاقة بالبعد الثالث في المشروع، وبالذات اللغة المعمارية واللغة البصرية اللي حضرتكم اخترتوها. حضرتك أنا متذكر عندكم مجموعة من الشرائح فيها وجهات متكاملة للمشروع وأيضا للمسجد والسياق حوله، وأنا هنا يعني أنا متوقف أمام فكرة عندما نصمم مبنى في القرن 21، عندما يقال لنا أننا نصمم مبنى لا يجب أن يحدث التباس في ذهن من يروه. يعني أنا ساعات بتوقف في مدن عربية كثيرة، لا أنا مش بتكلم على واجهة المسجد يا دكتور، أنا بتكلم على واجهة المشروع ككل، اللغة البصرية للمشروع ككل،
اجيبها لحضرتك بس على الاقل من مهلك عقبال ما انا اقول فكرتي تكون حضرتك يعني لقيتها ان شاء الله. انا يا باشمهندس طارق، دكتور شريف، دكتور صلاح وساره وهاجر ونهى ومحمود، انا ساعات بتوقف امام مباني بسال نفسي هو المبنى ده اثري ولا معاصر؟ يعني مستوى اعاده استنساخ الماضي واستخدام المفردات البصريه والمفردات البنائيه بصوره متكرره بيجعلك احيانا يحصل لك ارتباك، يعني هل المشروع ده اتبنى من قرنين ولا اتبنى من شهرين؟ هل المعماري المعاصر وجهد المعماري المعاصر وابداع المعماري المعاصر مرصود ولا غير مرصود؟ انا من ضمن الاشياء اللي وجدتها متميزه جدا في مشروعكم انكم تتسقون مع الماضي لكنكم عندكم اراده وعزيمه كبيره جدا ان نعبر عن اللحظه المعاصره. نحن مجموعه من المعماريين المعاصرين اللي عندهم قدرات فنيه ومعرفيه نتجه مما حدث في سياق ال 20 30 سنه اللي فاتوا، بما فيها ثوره المعلومات، بما فيها كل شيء احنا بنختبره. وبالتالي عندما اصمم منطقه، هذه المنطقة لا يمكن أن تكون لغتها المعمارية هي إعادة اكترار لما كان سابقا. أنا أعتقد أن حضراتكم كان عندكم مشروع متعمد مع سبق الإصرار والترصد أن تعبروا عن اللحظة المعاصرة، وأنا أعتقد أن هذا التعبير كان تعبير متوازن وقوي ونال استحسان لجنة التحكيم، وأنا هعلق على الحكاية دي بعدين، ونال استحسان منظمة اليونسكو، لأن كل هذه الأطراف كانت تسعى إلى تطوير لا نقع فقط في جلباب الماضي، ولكنه تطوير يحترم الماضي وأيضا يتحدث باللغة المعاصرة. رأي حضراتكم إيه وإنتوا بتطرحوا أمامنا دلوقتي صور ثلاثية الأبعاد للغة البصرية والمعمارية للمصر؟ أنا ممكن أعلق هنا على السلايد دي بالذات، لان الو اتفضل دكتور صلاح. اتفضل دكتور صلاح. السلايد دي يعني طبعا هي اللقطه دي او مجموعه اللقطات اللي من الزاويه دي اثارت كثير من الجدل، سواء بقصد او من غير قصد. كتير ناس بصت على اللقطه بالذات السابقه، بصت عليها على انها هي هو ده مسجد النوري، شافوا مبنى ورا وشافوا الواجهه وقال لك ده حاجات حداثه، دي عامله زي الحاجات الابستراكتد بتاعت الخليج، العربي الابستراكتد بتاعت الخليج وكلام من ده. هم مش واخدين بالهم بس يعني ان الناس ما ركزتش كفايه يمكن، وبرضه يمكن ما كانش عندهم المعلوميه بتاعت ان تم اضافه قطعه ارض وان في برنامج معماري في مشروع تعليمي ثقافي في الحته دي. فاحنا في المنطقه ديت، وانا على فكره واحنا بنعمله انا قلت للدكتور شريف، قلت له انا عارف الكلام ده هيثير جدل بس احنا هو ده الصح، يعني ما قلتلوش لا انا مش موافق، يعني اللي هو ان احنا استعملنا الطوب الطابوق او الطوب الفخاري اللي مبنيه به الحدباء، استعملناه في الكتل الاكثر تلخيصا اللي هي بتاعه المباني التعليميه اللي بتطل بالداخل، لان احنا اكيد مش عايزين شبابيك فصول على هذا الصرح الثقافي، يعني فده متاخد لجوه. وعشان كمان النواحي ده التقليد جاي من وظائف ومن حاجات زي كده موجوده في المنطقه، يعني والمنطقه العربيه كلها، ويفصل ما بين الوظائف التعليميه وصوتها وكده والشارع حاجه تانية. ان التركيبات هي مش من الفراغ، التركيبات دي موجوده في المدينه، التركيبات التراثية دي، يعني احنا من اول البارس اللي احنا وكنا لسه كده وردود الانجاز بيقولوا، انا فاكر كويس دكتور شريف كده عمل منظور لحتة قلنا له هو التواجد ده حلو بس طبعا هو مش ده الحل، يعني لكن هو ده حلو، وقلنا هنبني على كده، يعني دي لانجوج احنا متفقين عليها. ما كانش لسه المباني دي اتحلت، لان احنا عندنا في الكونتكس ده في المبنى هو واحد منهم باين اللي هو اللي مش معلوش طوب اللي في الشمال ده، واحد من المباني التراثية. أنا عندي في الشمال فيه مبنيين تراثيين وفي اليمين مبنى تراثي included جوه البتاع ده، فأنا ما الأرض مشطلة، الأرض فيها زوايا وجواها مباني كلها زوايا، فالطبيعي إن ده يحصل. فإحنا أخدنا بقى زي ما بيقولوا كده اللي تغلبه تلعبه،
فالصيغ اللي متاخده حتى الطريقه البرفوريشن اللي معمول في الحيطان ما هو متاخد من الـ من التراديشن القديم بس بطريقه مودرنايز اللي موجود في الـ في الـ في المبنى الحداد جنبنا. فالموضوع حكايه ان هو يبقى احنا بنبني الناس على فكره معاهم موبايلات وبيستعملوا انترنت ويعني مش بنتكلم مش بنبني في القرن ال 12 وبالتالي في تراديشن ذات وي هاف تو كيب لكن في نفس الوقت في مستقبل لازم نستشرفه وفي نفس الوقت المباني دي لازم تبقى يعني ايه اكثر تواضعا علشان المبنى التراثي اللي يعني بافتراض ان هو كل اللي احنا افترضناه حافظنا عليه يعاد بناؤه فيبقى كل اللي ما هو حواليه اكثر تواضعا منه. المفروض ان انا بقوله ده طبعا هو فيه فلسفات كتيره يعني لكن للاسف ناس كتير يعني في ناس كتير قدرت ده وفهمته وناس ومنهم متخصصين يعني ما يمكن ما دخلوش للعمق ده. انا بتوقع ان اي مشروع جديد في منطقه زي كده وهو في منطقه اوريدي يعني في طريقها للاستقرار لكن ما زالت لم تستقر تماما طبيعي ان يحصل فيها ده في البلاد المستقره تماما بيحصل بهذا الجدل. واحنا متفاهمين واحنا متفاهمين وعارفين ان احنا لازم هيحصل يعني حديث مع الـ مع الـ مع الكوميونتي وكلام كتير. ف انا بس في سؤال جاي دلوقتي هل تم الحفاظ على العناصر القديمه الاصليه من المسجد التي كانت لا تزال قائمه؟ طبعا مما لا شك فيه ده احنا في ريبورت عاملينه على الدعم الانشائي للقبة والأعمدة وكيفية وكم مطلوب نحن نعمله إزاي إنشائيا كونسبشولي الكونسوليديشن بتاع القبة دي وإزاي هتتلم واحدة واحدة وإزاي هتخش أنواع الخرسانة حتى لمستعملينها اللي هي ما فيهاش حديد وداخلة في الموضوع كل ده كان موجود في صورة واصلة. أنا يعني عايز استعمل هذا المنبر عشان أوصل حاجة أو ده الدراسة الإنشائية اللي احنا عاملينها. في نقطة عايز أوصلها هنا بشكل جيد إن المسجد القديم بوجهاته بعناصره سواء التي تم إنقاذها أو ما سيتم استنساخه على نمطها للوجهات حفاظا على التراث المعماري أو الصورة البصرية وذاكرة المكان هيعاد كما كان تماما. ما هو شكله مختلف هو ما كانش من ضمن البريمسز ما كانش من ضمن المنطقة كان في أرض مجاورة ولو بصينا في جوجل إيرث كانت أرض بتتخزن فيها عربيات وشوية مباني قديمة يعني وسطها عربيات وهي موجودة على فكرة جوجل إيرث اللي موجود حاليا قديم فهو قبل الدمار فممكن الرجوع له ونقدر نشوف الوضع بتاع الحتة دي. شكرا جزيلا يا دكتور صلاح. أي تعليق دكتور خالد دكتور شريف وننتقل لجزء أخير؟ لا أنا آسف للإطالة على حضراتكم. أي تعليق إضافي؟ تفضل يا دكتور خالد. جزء بس ما يتعلق بالكتل برضو اللي هي اللي بيقال عنها مودرنايزد أو كده طبعا يعني ده كده الزون التعليمي يعني مالوش علاقة بالمسجد خالص ولكن هو كان في حاجة بعد تاني برضو احترام أولا للنسيج الحضري اللي حوالين المكان لأن هو طبعا المدينة القديمة كانت قايمة على مبدأ وجود الأفنية الداخلية فده اكتمل عندنا وده كان من ضمن التوافق مع القديم. الحاجة التانية ان حوالينا الاحترام الجار يعني ما يجاور المشروع تم احترامه بحيث اننا ما فتحناش على الجوار مش فجأة مثلا حرتك ساكن على ممر عرضه 3 أمتار تبص تلاقي مدرسة او معهد فتح امامك وبيطل عليك. فاحترام الجوار للمنطقة نفسها ده تم بشكل كبير وده جاي مستقى أساسا من الفكرة التاريخية بتاعة الانفتاح على الداخل والمباني اللي يكون صنعها. شكرا جزيلا يا دكتور. أنا اتفضل يا طارق اتفضل يا طارق من فضل اتفضل يعني احنا ممكن بس كان يعني مهم جدا بالنسبة لنا في التعامل مع المباني واللغه المفردات المعماريه اللي هنستخدمها ان احنا نكون بنستلهم من التراث والهويه المعماريه بتاعه المكان بنستلهم منها بس مش بنستنسخ
بنستلهم بس بنقدم بما يواكب العصر الحالي. المسجد نفسه في كل المرات اللي تعرض فيها الجامع النوري، في كل المرات اللي تعرض فيها لتهدم جزئي او تطوير، ما فيش مره طلع مستنسخ من اللي قبل. يعني طبيعي ان انت بيبقى فيه عشان تكون معاصر للعصر اللي انت فيه، طبيعي في مستجدات وفي لغات جديده وفي مفردات جديده. فاحنا كان مهم بالنسبه لنا زي ما بقول لحضرتك ان احنا نكون بنستلهم من الهويه المعماريه بتاعه المكان، لكن مش بنستلهم. بس المسجد، وكان مهم برضو ان احنا نكون بنتواضع في اتفضل يا دكتور. لا بس المسجد، يعني انا لازم ااكد على الحته دي عشان كلامك ممكن يفهم خطا. الواجهات هي نفس الواجهات، هو حصل بس تحريك بسيط لجزء ومش هيتحس عشان زياده عدد المصلين، لكن السياق العام الواجهات اللي انا فاهم قلق المصليين عليها، وانا عارف ان في مجموعه من الاخوه العراقيين موجودين معانا وانا بوجه لهم، والمصليين بالذات وانا بوجه لهم التحيه. فهو المسجد هو كما هو عشان بس أنا يعني انا اعتقد طارق بيتكلم عن ما بعد المسجد يا دكتور، كان بيتكلم على اللغه العامه. انا فاهم كويس جدا، بس انا هو انا فاهمه، لكن انا خفت ان الناس ما تفهموش فحبيت اوضح. بس يعني هو بالنسبه للجزء بتاع المسجد، يعني الصور يعني بنعرضها دلوقتي للوضع قبل وبعد. صح اللي كان عليه، فدي الواجهه اللي من ناحيه صحن المسجد، دي الواجهه اللي كان فيها المدخل الرئيسي في الفتره السابقه. ممتاز. انا لو تسمحوا لي، وانا يعني طولت عليكم، احنا يعني تجاوزنا ساعه ونصف يمكن، انا يعني عندي ملاحظتين ختاميتين وسؤال. الملاحظه الاولى مش موجهه لحضراتكم، لكن موجهه للمجموعه الراقيه اللي بتستمع الينا الان، او ان شاء الله اما التسجيل ده يعني يعمم على المهتمين. هذه الملاحظه أن ما نرى أمامنا الآن هو نتاج مسابقة للأفكار، وهذه المسابقة أمامها مراحل متعددة من التطوير ومن التحسين ومن النضج، اللي أتمنى أن جميعا نشارك في ده، وخاصة أهل العراق والمتخصصين من أحبائنا في مدينة الموصل، أن يعني يتفاعلوا تفاعل إيجابي. وأنا عندي يقين أن الفريق الفائز عنده من المرونة وعنده من المعرفة وعنده من القدرات التي تمكنه خلال رحلة تطوير هذا المشروع إلى أن يصبح حقيقة بإذن الله على الأرض، يكون حصلت حالة إنضاج تستجيب لكل هذه الاعتبارات. الملاحظة الثانية اللي أنا مهتم بها جدا وبرضو يهمني أسمع رأي حضراتكم فيها، هي أنني شعرت أو رصدت ما يمكن أن أسميه أيضا ارتباك ما بين دور لجنة التحكيم في المسابقات المعمارية ودور القضاء في محكمة أمن الدولة العليا. القضاء في المحاكم بيحكموا بمواد قانون، ولكن في لجان تحكيم المسابقات المعمارية والإبداعية، وأنا أدعي أننا من الناس اللي لبست العباءتين، لبست عباءة المتسابق ولبست عباءة عضو لجنة التحكيم. لجنة التحكيم عندما يقدم لها المتسابقين عروض، هي تتعرض أمام هذه العروض إلى حالة من التعلم، إلى حالة من الحوار، إلى حالة من النقاش. يعني المسابقة المعمارية المحترمة عندما تحكم من لجنة تحكيم محترمة، فعاليات لجنة التحكيم نفسها بتبقى بوتقة من الصراع الفكري والصراع الفني والصراع الإبداعي والصراع للمفاهيم المعمارية. ولذلك اللجنة تقدم مبررات لماذا فاز هذا المتسابق أو ذاك المتسابق. إذن أنا أيضا أريد هنا أن أحل الاشتباك الخاص بي، والله ده لجنة التحكيم تناقضت مع نفسها، أو ده ما استمروش بما هو موجود في الاشتراطات. لا، زي ما حضراتكم قلتوا، الاشتراطات في مرحلة الإجابة عن التساؤلات أعطت مرونة، ثم أعطت مزيد من المرونة عندما قيل للمتسابقين
تترك الحرية للمتسابق. ثم هناك مزيد أيضا من المرونة أن لجنة التحكيم لا تحكم من خلال مواد قانون صارمة، ولكنها تحكم من خلال فهم المداخل الإبداعية المختلفة، فهم الأفكار التي خرجت خارج الصندوق، ولكنها تقدم أيضا طرح جديد للمتسابقين. السؤال اللي عايز أسأله حضراتكم علشان أختم به هذا اللقاء اللي أنا تعلمت فيه تعلم كثير جدا جدا، وأنا يعني أشكركم على تفضلكم علينا اليوم. أنا عندي حالة قلق أن بعضنا للأسف وبعضهم من المصريين اندفعنا إلى حالة هجوم، وأنا أتفق مع الدكتور صلاح إن أنا اكتشفت في بعض الأحيان من مراجعات جات لي بصورة خاصة إن الناس قالت لي والله أنا متأسف أنا ما كنتش قريت الموضوع كويس، ما بصتش على الرسومات بتاعة المشروع كويس، ما انتبهتش لأن اللي مكتوب ده أو اللي مرسوم ده مش هو ده المسجد، ده دي حاجات حوله. أنا قلق إن تحصل حالة من الرفض الغير عادل، وبالتالي بسأل حضراتكم كيف نساندكم؟ كيف يقف المعماريين المصريين والعرب مع فريقكم من منطلق أن هذا فريق عربي؟ وأنا بضع 20 خط تحت هذا الموضوع، لأن هذه المسابقة كان ممكن تنتهي بأن كسبانها فريق ألماني، كسبانها فريق روسي، كسبانها فريق من سنغافورة، وأنا ما عارفش ساعتها كنا هنعمل إيه. يعني إحنا دلوقتي بس يعني بنخبط في بعض عشان إحنا حبايب مع بعض، لكن لو الفريق اللي كسب كان فريق هولندي كنا هنقول له إيه؟ كنا نتعامل معه إزاي؟ فأنا بقول أنا بدعوكم لأنه تقولوا لي أنتوا فريق مصري عربي ونريد أن نساندكم أقصى درجات المساندة، مع وعدكم لنا أنكم ستستجيبوا للأصوات اللي صدرت من المجتمع المحلي ومن المثقفين من الموصل الجميلة ومعماريها وعائلتها وعشائرها، بحيث أن إن شاء الله إن شاء الله نحتفل سويا أن فريق مصري عربي صمم وبنى هذا المشروع. نساندكم إزاي يا جماعة ونقف جنبكم إزاي؟ أنا يعني لي طرح صغير كده. إحنا actually اللي محتاج مساندة هو فكرة المشروع، الإجراء بتاع المشروع، قيمة هذا المشروع مش كقيمته كمشروع إحنا عملناه ولا قيمته كمسجد النوري فقط، ولكن أهم من كده إنه طليعة مشروعات يمكن في حالة نجاح هذا المشروع أن تكون باكورة لعمليات إعادة إعمار التراث العراقي وبالصفة أعم إعمار العراق. فقدنا الدكتور صلاح مرة أخرى، بس نقطته في منتهى الأهمية الحقيقة. نسمع الدكتور خالد أو الدكتور شريف لغاية الدكتور صلاح يرجع لنا تاني. نقف جنبكم إزاي يا دكتور خالد يا دكتور شريف؟ يعني والله هو يعني أنا عندي شوية إيه مش عارف أوصف الكلام، بس يعني أنا مقدر جدا إن الناس سعيدة ومبسوطة وعايزة وفخورة بإن فريق مصري كسب المسابقة دي وعايزين يقدموا يد المساندة. يعني الحقيقة إن إحنا سعداء طبعا إن إحنا كسبنا، ونفسنا إننا نكمل المشروع، ونفسنا إن اللي يتعمل لأهل الموصل هي الحاجة اللي فعلا تفيدهم. وعلشان كده إحنا we are very open، إحنا مفتوحين جدا، لأننا بنسمع نقد على فكرة بنسمعه باهتمام شديد. أنا النهاردة يمكن قاعد أكتر من ساعة بسمع النقد اللي بيتقال وبكتب بوينتس علشان بشوف برضو والله لو في حاجة معتبرة إن إحنا فعلا ناخدها في اعتبارنا، فإحنا مفتوحين لده. هي مش فريق قصاد فريق، لا، هو إحنا ما كناش معروفين. المسابقة بتتحكم، محدش يعرف مين المشروع ده، واللي بيفوز كود نمبر بيطلع. لكن فهو ده اللي ممكن تبقى الفايدة، إن إحنا نحاول ننشر شرح المشروع نفسه أو تفسير المتسابقين، بحيث إن يوصل لأهلنا في العراق
لو في حد عنده misconception، حد في حاجة مش واضحة له، طبعا مش كل الناس متخصصة، وحتى المتخصصين ممكن ما يكونوش شافوا الرسومات كلها بتاعة المشروع، أو حد ما يكونش قرأ كراسة الشروط إيه اللي مطلوب في المشروع أساسا علشان يعرف اللي هو شايفه ده يندرج تحت إيه. فلما الصورة تبقى واضحة هنلاقي إن حصل جسور التواصل دي موجودة والدنيا تمشي بشكل تمام. لكن مش فكرة إن إحنا علشان إحنا مصريين فبنساند المصريين، لا، هو إن علشان يعني المشروع ده إذا كان إن شاء الله فيه خير للمدينة والأهل البلد والمصريين بإذن الله إنه يكتمل. هو الواقع إن أنا ما قلتش مصريين يساندوا المصريين، أنا قلت فريق مصري عربي يساندوا العرب، لأن أنا ميال أكتر جدا للفكرة القومية الحقيقة. عشان كده تساءلت لو الفريق الفائز كان هولندي ولا سنغافوري كنا هنعمل إيه. طيب هل في أي ملاحظات ختامية لحضراتكم قبل ما نغلق الحوار؟ كله ممتاز. طيب أنا مرة أخرى يعني بشكر حضرتك. أولاً أنا بشكر كل الناس اللي صهروا معانا، وفي فوق يعني 70-80 واحد كانوا بيتابعوا الحوار، وأنا عندي يقين إن هم يعني استفادوا جداً من طرحكم ومن شفافيتكم ومن صراحتكم. وأنا يعني متفق تماماً مع الدكتور خالد إن أنتوا عندكم المرونة لمزيد من التواصل ومزيد من استقطاب المعلومات والمعرفة من أهل الموصل الحبيبة لتطوير المشروع وتحويله فعلا إلى مشروع يليق بيهم ويكون راضين عنه. وأشكركم جزيل الشكر على وقتكم الثمين، وإن شاء الله يبقى في مزيد من اللقاءات، ونهنيكم بمزيد من المشروعات الناجحة والمسابقات المتميزة بإذن الله، وكل عام وإنتم بكل الخير والسعادة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. أنا بتكلم بس من ناحية، أنا طبعا يعني أبارك لكم جهودكم، الله يعطيكم العافية، وإحنا سعيدين فعلا أنه فريق مصري يفوز، فريق عربي ومصري، ما في شك في ذلك. لكن من ناحية تخصصية بتكلم، يعني في عدة نقاط حاب أطرحها. أول نقطة اللي هو إبعاد اللي هو الرواق اللي كان ملتصق بالمسجد وتم تقديمه وعمل ساحة ما بينه، زي ساحة ما بينه وبين المسجد. هذه النقطة الأولى. طبعا هذا بالنسبة لتخصص الحفاظ والترميم، تغيير في البليوم تاع المسجد. خلينا أطرح النقاط بعدين يعني نسمع منكم إذا تكرمتم. النقطة الثانية، الإنارة داخل المسجد جاءت بطريقة من الأعلى، غيرت الفكرة التاريخية والروح تاعت المسجد القديم. أصبح فراغ حديث كله مضاء بإنارة مشتتة، طبعاً على أساس عدم الإبهار وكذا، لكن في إمكانية لحلول أخرى بحيث أنه بس نحافظ على المهم، أنه نحافظ أيضاً على الشكل وليس فقط على موضوع الإنارة. الإنارة طبعاً تؤدي إلى تغيير في الأتموسفير تاع المسجد، الأتموسفير تاعه والذاكرة تاعته، الناس اللي كانت تصلي فيه بالإنارة الجديدة أتوقع أنه راح يكون بالنسبة لهم شيء مختلف، ما راح يذكرهم بالمسجد التاريخي. المدخل الرئيسي اللي كان على الزاوية، إذا ما أخطأت، الجنوبية الشرقية، وتم نقلها ما بين المسجد والإضافة الجديدة، طبعا يعني تاريخيا متعارف إنها موجودة. أنا بتكلم من هذا لأنه الريكونستركشن لما يكون في معلم مهم زي هذا لابد إنه نحافظ عليه كما كان. وأكبر مثال، كثير من الأمثلة في إيطاليا وفي غيرها من بقاع العالم، مدينة بالكامل براغ بالحرب العالمية تدمرت وتم إعادة بنائها كما كانت بنفس المواد القديمة، لأنها ذاكرة للأمة، لأنها ذاكرة للدولة، ما يستطيع الناس أنها تتخلى عن هذه الذاكرة. لذلك أنا لما أتكلم من هذا المنطلق بتكلم من خلال مواثيق دولية متعارف عليها، اتفاقيات لأيكوموس واليونسكو وإلى آخرها، كلها بتأكد على ذلك. نقل المدخل الرئيسي، الواجهات بشكل عام للموقع كله غيرها، هل هي بقاع العالم خارجة من كامل الموقع بشكل عام، من المدينة بشكل عام، الحرب العالمية تدمرت شيء جديد، نقل المدخل الرئيسي إلى البرآلكو مثلاً أو غيره من المصممين واللغات المعمارية الحديثة. يعني في موقع زي هذا يعني لابد أنه الإنسان
يحاول زي ما تفضلت، يعني احنا لا نستنسخ الماضي، نستشف منه، نفهمه، لكن نبقى في روحه، لا نبتعد كثيرا عن اللغة المعمارية تاعت المكان. نقطة أخرى، أضرب مثال في إيطاليا مثلا، في برج مدينة سان ماركو في إيطاليا، في فينيسيا في البندقية، انهار وعاد بناؤه كما كان في نفس المكان، لأنه هو هوية المدينة، وهذا الموقع هوية للمدينة، فلا بد أنه نكون جدا مراعين لهذا الموضوع. يعني في مباني تاريخية موجودة ضمن النسيج اللي أنتم أوجدتموه، للأسف الشديد هذه المباني تم تغطيتها بنفس الجدران اللي أنتم سويتوا فيها المبنى الموقع كله. يعني المسجد الوحيد ماشي، بقي على واجهته الحقيقية مع إضافات جديدة عليه اليمين واليسار من الداخل، ومن الخارج طبعا ظاهرة. يعني تفرد المسجد الأصل أنه تكون هي، وأيضا المباني التاريخية يعني تم حياكتها داخل النسيج الجديد، ما عدت يعني حتى المبنى اللي في الزاوية حق المدرسة تم إضافة جدار وبركة مي حتى لا تشاهد القديم، على عكس هو القديم اللي أنا أحتفي به، هو اللي أنا بظهره، هو اللي أنا بدي أظهره، بدي أقدمه للناس على أساس أنه هذا جزء من هذا التاريخ. تركيبات تراثية، يعني على كل، يعني هذه النقاط الأساسية، في نقاط أخرى لكن بكتفي بهذا القدر. مشكورين لسعة صدركم، وإن شاء الله أنه تكون فيها فائدة، يعني هذه التعليقات الهدف منها فعلا الخروج بشيء يفيد المدينة وذاكرة تاريخ المدينة. لو هذا المعلم مدينة في أثناء أخرى أوروبية، تأكد تماما ما راح يجري عليها التغييرات الضخمة ساعدتكم قمتوا فيها. مشكور لسماعك. شكرا، شكرا لحضرتك دكتور جمال، ويعني الملاحظات اللي حضرتك قلتها كلها محل يعني تحضير واعتبار، وبإذن الله يعني احنا كده يعني طبعا زي ما قلنا في جزئين، يعني في وجهات نظر مختلفة تجاه الأمور المتعلقة بأي عملية تصميم معماري، وسواء الاتجاهات مختلفة برضو لما يتعلق بالحفاظ على التراث وكده، ولكن النقاط بتاعت حضرتك اللي قلتها كلها أنا يعني أخذتها، وحنتدارس هذا الأمر، ولازم حنأخذ بالاعتبار وجهات النظر كلها ونتقبلها بصدر رحب جدا، وعذرا يمكن اللقاء كان يعني أغلق أو حاجة، فإحنا ما حبناش نتعدى حدود منظمين اللقاء، لكن احنا بنسعد بتلقي الاراء. اهلا وسهلا بحضرتك في اي لحظه. بالنسبه للجزء الواجهات في الجزء الجديد، يعني يمكن زي ما جه في وسط الشرح ان احنا حاولنا يعني نستلهم من اللوكيشن نفسه، من الموقع نفسه، من داخل المشروع، خامه البناء اللي كانت موجوده بداخله بالفعل، فحاولنا ان احنا نقرب منها. ما يتعلق بتحريك الرواق، يعني هي الواجهة ممكن تكون ظاهرة حاليا على الشاشة امام حضرتك، والواجهة القديمة يعني حلاقيها تقريبا فيها نوع من التطابق، ولكن مقدر الاختلاف وجهات النظر، وان شاء الله ده هيدرس في المرحله اللي جايه باذن الله في مرحله ديزاين ديفلوبمنت. دكتور شريف لو عندك اي اضافه. هو واضح من الاسئله ان دكتور جمال يعني في التخصص، مظبوط؟ اوكي طيب، فيعني طيب نعم يا استاذنا الكريم، نعم انا متخصص في هذا الموضوع وعضو في الايكوموس في تحليل وترميم المباني، وعضو في نعم الانترناشونال كونسول مونومنتس اند سايتس الايكوموس، نعم عظيم، لليونسكو ايضا مستشار لليونسكو، نعم. طيب يعني انا هاخد من المعلومه ديت وهختصر جزء كبير جدا من الموضوع، واعيد يعني القراءه اللي حضرتك اكيد على درايه بيها واللي احنا يعني بصينا عليها بشكل متعمق جدا
هو رأي المتخصصين في المسجد محل النقاش، تمام؟ فيعني المسجد محل النقاش في 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 التخصص، هو مسجد اعتباريا بالنسبة لمتخصصين ومثقفين العراق، مسجد يعني خليني أخذ التعبير إن هو بالنسبة لهم مسجد منتقد على وجوده، تمام؟ وبناء عليه احنا كان عندنا كفتين ميزان، يا إما إن احنا هنحط اعتبار لهذا الانتقاد ويبقى المسجد لازم يعاد بصياغة مختلفة تماما، أو إن احنا نحترم البيئة والذاكرة البصرية اللي المفروض إن هي تكون موجودة للمكان، وبناء عليه إن احنا نعيد المسجد كما كان بواجهاته الخارجية بكل الأورنمنتس اللي كانت موجودة في المسجد، بالتفاصيل اللي كانت موجودة في المسجد، وما تم تجميعه كاملا إنه هو يعاد في مكانه. فده المنظور الأساسي. لكن حضرتك لا تختلف معايا إن لا شك إن في القرن 21 باحتياجات المدينة، باحتياجات الناس، بطريقة البناء، بتكنولوجيات البناء، بكل هذه المنظومة المعقدة والمركبة، إن إحنا ممكن نكون بنستفيد بيها. وإلا يبقى إحنا كمعماريين ليس لنا دور في إعادة الإعمار أو في إعادة البناء أو في إعادة الطرح، ولكن الرواية بتاعتنا والحدوتة بتاعتنا والقصة بتاعتنا تنبع من تلبية احتياجات جديدة ومتطلبات جديدة للمدينة وللناس وللمنطقة ولإعادة الإعمار بشكل عام. فالفكرة مش في إعادة صياغة وجهات، إعادة صياغة وجهات يعني أنا ممكن أكون مش الشخص المناسب ولا حضرتك ولا أي حد متخصص، لكن ممكن يكون مقاول بناء يكون أمهر مني ومن حضرتك في إعادة تركيب الأجزاء كما كانت بالضبط. لكن الدور الحقيقي اللي المفروض إن إحنا نكون ملتزمين به، والجهات اللي حضرتك تفضلت بذكرها إن حضرتك جزء منها، هي تعي تماماً إن في فرق ما بين إعادة تجميع أجزاء البازل وتكوينها في اللوحة، على إعادة روح هذا البازل إن هو يدي الصورة الجديدة والمناسبة ولا ينتقص من الصورة اللي كانت عند الناس واللي الناس بتطلبها. فده جزء مهم جدا. إحنا يعني ده دور علينا. إذا كانت الناس كانت بتشتكي بشكل صريح من هي حراريا وبصريا غير مرتاحة في المكان، هل من الجائز ان احنا نعيد صياغة المكان بنفس صورته، بنفس الشكوى اللي كانت موجودة، بنفس المشاكل اللي كانت موجودة، ولا هيكون علينا دور؟ احنا نرى في وجهة نظرنا ان علينا دور، يعني وقد تكون وجهة نظرنا دي خاطئة، ولكن هي تزال وجهة نظر لها اعتبارها، ان احنا لينا دور في التدخل وفي التعامل وفي تحسين حياة الناس. احنا مش دورنا ان احنا نعيد الناس لما كانوا عليه بمشاكلهم وبألمهم وبمعاناتهم. اذا كان في مساحة من التدخل اللي تسمح بالتحسين فاكيد ده يكون مرحب بيه. فده المنظور اللي احنا تعاملنا فيه مع الاشياء. يعني فالمثال بتاع مدينة براك او برج سماركو في البندقية أمثلة ممتازة، ولكن البعد التاريخي والبعد الثقافي والأجزاء اللي احنا بنتكلم عنها فيها مساحات مختلفة ومتباينة تماما عن المدينة. فأعتقد ان دوت يعني جزء من الموضوع رئيسي. إعادة صياغة المكان بشكل واضح، أعتقد إن دوت بيحتم علينا نوع جديد من التهيئ للدخول والخروج من المكان والتعامل مع المكان، وبناء عليه إذا كان على الواجهة الجانبية فتم إعادة تركيبها بنفس شكلها وبنفس سياقها
التاريخي في مكان يناسب التجمع الجديد، وده برضو شيء يعني سواء اليونسكو أو أي من الجهات المشتغلة بالتراث والحفاظ تعي دوت. أنا ممكن أكمل بس يعني على كلام دكتور شريف في نقطة لو تفضل. أتفضل طارق. عايز بس أأكد على كلام الدكتور إن إحنا يعني زي ما في أمثلة كان فيها اللي حصل إن تم إرجاع الذاكرة البصرية زي ما هي بالضبط، في أمثلة كتير حصل فيها إن حصل شكل من الكونتراست، في أمثلة تالتة حصل فيها شكل من الحفاظ على الأنقاض مش على الصورة البصرية كمان اللي قبل الحرب. يعني في أمثلة اتحافظ على الأنقاض زي ما هي، يعني مثلا في حالتنا كده كنا هنحافظ على المسجد زي ما هو وهو متهدم وفاضل القبة مثلا ويحتفظ عليه بهذا الشكل. في أمثلة لكل واحدة من دول موجودة ومتطبقة وناجحة في السياق بتاعها. من الحاجات المهمة جدا الفيصلية في النقطة دي اللي بتحدد لك الاتجاه المناسب ان انت ممكن تاخده اكتر من الاتجاه التاني، وده دكتور جلال عبادة اتعرض له بشكل تفصيلي بشكل رائع، ممكن ابقى احيل البوست اللي كان كاتبه عن الموضوع ده. من النقط المحورية في ده والمفيصلية هي الناس نفسها عايزة ايه، اهل المكان عايزين ايه، وده كان من المحركات الرئيسية بالنسبة لنا ان احنا ادانا توجه وادانا جرأة في مساحة ان احنا ممكن نحافظ على الذاكرة البصرية للمكان بس نغير في التجربة الداخلية شوية، ان الناس نفسها بتاعت اهل الموصل في الاستفتاء او السيرفي اللي كانت عمل الناس كانت متقبلة، يعني كانت 70% من أهل الموصل من التعيينة اللي اتعملت معاها السيرفي كانوا عايزين المسجد يرجع زي ما كان بس مع بعض التحسينات، عندهم قابلية ان هم يشوفوا تحسينات في المسجد، بينما 26% بس اللي كانوا عايزين المسجد زي ما هو بالضبط. أنا بتكلم عن المسجد مش عن المنورة، 26% بس اللي كانوا عايزين المسجد زي ما هو بحذافيره. دي حاجة أكيد شجعتنا، ودي حاجة بتدي فيصل في اتجاه هو اهل المكان عندهم استعداد ان هم يشوفوا تغيير ولا هم عايزين الحاجه تبكل. فامثله زي مثلا روتردام في هولندا كان الناس عايزين يشوفوا كانوا منفتحين ان هم عايزين يشوفوا تجربه مختلفه خالص. في مثال زي فتعمل حاجه فيها كونتراست مع القديم وتعمل حاجه مودرن. في مثال زي وورسو في بولندا لا الناس كانت التوجه الاكثر بتاع الناس ان هم لا عايزين يشوفوا الصوره البصريه نفسها بالظبط، فالتوجه هناك كان الأنسب إن هم عملوا استنساخ للقديم. فبالتالي يعني الموضوع مش مفهوش صح وغلط، هو يعني في كل المدارس وفي كل الاتجاهات وكل الاتجاهات عليها أمثلة متطبقة، هو بس مجرد إن أنت بتشوف إيه الأنسب في الحالة اللي أنت فيها. بس. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا اسمي ماجد يوسف، أنا أستاذ مشارك في جامعة بيروت العربية في لبنان. الحقيقة أنا بهنيكوا جدا على الموضوع ده وعلى المقترح التصميم اللي حضراتكم قدمتموه. أنا بس عايز أقول حاجة عشان أنا عارف إن الموضوع ده فيه إشكالية كبيرة جدا. أنا في طالب دكتوراه معانا هنا حاضر هذا الميتينج لسه حالا، يعني عارض الفكرة بتاعت الدكتوراه بتاعته، وإن شاء الله هيبقى سوبر فيجن بين لبنان وفرنسا على الإجابة على هذا السؤال. في المدن اللي هي البوست تروماتيك سيتيز او اللي بيحصل لها صدمة او حرب او بيحصل لها قصف او الكلام ده، وبيتمسح جزء كبير جدا من الـ الـ المباني بتاعتها والايدنتيتي بتاعها، ازاي احنا نقدر نقترح افكار تصميمية ومفاهيم فلسفية جديدة تقدر انها تعمل توازن إكوليبريم ما بين الجديد والتكنولوجي والمستقبل والتصورات المستقبلية والاحتياجات اللي احنا محتاجينها في العصر الحالي، وما بين القديم والصورة البصرية اللي كانت موجودة والايدنتيتي سواء التانجبل او الانتانجبل. فالحقيقة انتوا قدمتوا مدخل مهم جدا جدا اللي هو التوازن، ازاي نقدر نخلق التوازن وإكوليبريم ما بين القديم والجديد. فعشان كده انا سعيد جدا جدا بيكم الحقيقة، وفعلا فعلا الف مبروك. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا جزيلا. يعني احنا بنشكر حضراتكم ويعني يعني سعداء بهذا التواصل، ونتمنى ان احنا يعني نكون على تواصل مع حضراتكم جميعا، وخاصة يعني اهلنا في العراق اللي ممكن يعني احنا حريصين من ساعة اعلان النتيجة على الاستماع لكل الاراء اللي كانت حوالين المسابقة سواء بالسلب او الايجاب. ويعني يمكن من الحاجات اللي احنا بنقعد نذاكرها وبنعملها
ان كل المحاضرات والافكار واللقاءات اللي بتتعمل بنسمعها وبناخد نوتس بكل الحاجات اللي بتتقال. ويعني المسابقه هي الفكره الاوليه للمشروع والفكره الاولى للمشروع. نتمنى ان احنا يعني الحمد لله زي ما وفقنا في المرحله الاولى ان الخطوات الجايه يعني تثمر عن عمل ناجح ومشاركه حقيقيه وعماره تحترم الناس وتحترم الكونتكست والسياقات التاريخيه والثقافيه والاجتماعيه اللي موجوده في المكان. ويعني نتمنى من حضراتكم يعني المسانده بالاراء والافكار اللي ممكن ان هي تطور وتساهم في تطوير المشروع. فيعني شكرا لحضراتكم وشكرا للاستضافه اليوم، يعني شكرا جزيلا.